السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من نمبر 1. معاكم علشان نتكلم عن الكورة، معاكم عشان نتكلم عن الأحداث، عن الكواليس، عن الأخبار اللي حضراتكم دايما بتسمعوها معانا هنا وصعب تسمعوها في أي حتة. طبعا عندنا النهاردة بعد فقرة الأخبار الكابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية، هنتكلم معاه عن نادي الأهلي في الفترة السابقة ومشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أما فقرة الصحافة هتكون في الجزء الثاني مع 2 من كبار النقاد الرياضيين والصحفيين المصريين، محمد عراقي وعمرو الجرزاوي. ولكن قبل ما نروح للكابتن أحمد بلال لازم ناخد أهم الأخبار اللي موجودة معنا. فخر مصر النادي الأهلي اللي بيصل بالسلامة إلى الدوحة وفي استقباله الآلاف من جماهير النادي الأهلي، الأهلي المصري بمجلس إدارته بلعبته بكل الجماهير بكل الناس اللي كانت موجودة. الأهلي بيوصل بالسلامة إلى مطار الدوحة علشان يستعد لمباراة يوم الخميس القادم أمام الدحيل القطري، مباراة أكيد هتكون صعبة. الكل بيتكلم عن مباراة بايرن ميونخ، لكن الكل لازم يتكلم عن مباراة الدحيل اللي هتكون قوية جدا جدا جدا. النادي الأهلي في أي مكان بيبقى موجود، أنا بس عايز أعلق على اللقطة اللي حضراتكم شايفينها، برغم الظروف الصعبة جدا، برغم الكورونا اللي منتشرة في كل العالم، برغم الصعوبات والإجراءات الاحترازية اللي الكل بيلتزم بيها، إلى أن جماهير النادي الأهلي زي ما هم معودين لاعبتهم وإدارتهم وكل الناس اللي بتحب النادي الأهلي إن هم يكونوا في الميعاد، يكونوا في الزمان، يكونوا في المكان اللي دايما بيستنوا فيه أبطالهم علشان يحييهم، علشان يقولوا لهم حمد لله على السلامة، علشان يقولوا لهم إن إحنا وراكم بالألوفات، إحنا وراكم في كأس العالم للأندية ومستنيين منكم حاجات كتيرة قوي. ما حدش أبدا يكون حاطط في دماغه إن الجماهير دي عايزة أداء مشرف وخلاص، لأ، الجمهور عايز أداء مشرف وعايز نتيجة مشرفة، الجمهور مش عايز يتنازل عن المراكز الثلاثة الأولى، المهمة صعبة، طبعا صعبة ولكن ليست مستحيلة، بالرغم من الظروف اللي الجمهور بيعدي بيها، لأن الجمهور كان متواجد جدا وكان ملتزم بالإجراءات الاحترازية طبعا على قد ما يقدروا، ولكن كانوا لازم يبقوا موجودين في استقبال النادي الأهلي ويهتفوا للكابتن محمود الخطيب اللي طبعا كلنا تابعنا اللقطات اللي كانت موجودة على الهواء مباشرة في كل حتة في العالم. الكل بينقل، الكل بينقل حدث تاريخي، حدث ما بين أكبر 7 أندية موجودين في العالم، 7 أبطال اللي موجودين في القارة، يعني في كل قارات العالم هم اللي بيبقوا موجودين في الحدث ده، وبالتالي يعني شرف لأي لاعب أنه يبقى موجود في حاجة كبيرة زي بطولة كأس العالم للأندية. ولكن زي ما أنا بقول لحضراتكم، الجمهور اللي قدامكم ده اللي كاتب الأهلي في دمي، ما اعتقدش ان هو يتنازل عن مركز من المراكز الثلاثة الأولى زي ما الأهلي حقق قبل كده. يعني انا مش بتكلم معاكم في كلام ما حصلش، لا، الأهلي حقق قبل كده وقدر انه يفوز بالميدالية البرونزية وقدر يسعد جماهيره، فدايما جمهور الأهلي مش بتقبل، يعني صعب انها تقبل بحاجة قليلة، هم متعودين دايما بيستنوا الحاجة الصعبة علشان عارفين ان مع النادي الاهلي مفيش ابدا مستحيل. فالبعثه وصلت بالسلامه بتستعد لمباراه يوم الخميس، ان شاء الله كلنا ورا النادي الاهلي ودايما هنتابع حضراتكم بكل ما هو جديد. ولكن خلينا يوم الخميس المباراه الساعه 7:30 بتوقيت القاهره، ان شاء الله هيكون معاكم استوديو تحليلي هيكون فيه الكابتن احمد بلال وموجود فيه الكابتن ربيع ياسين علشان نتكلم بعد المباراه عن احداث المباراه ونحللها لحظه بلحظه ان شاء الله. طيب هناخد معاكم بقى الاخبار ونبدا معاكم الاخبار، في منها طبعا الاخبار الحصريه وفي منها الاخبار اللي دايما بنحاول ان احنا نجيبها لحضراتكم علشان نتابع معاكم ونقول لكم الدنيا وصلت لحد فين في الرياضه المصريه وخاصه في كره القدم. نادي الاسماعيلي، الاسماعيلي خلاص بينهي اتفاقه رسميا مع البوسني دراجانيوفيتش ومعاه مخطط احمال. العقد لمدة 6 شهور لنهاية الموسم وهو قابل للتجديد مرة تانية، وأعتقد أن الدراويش محتاجين إن شاء الله يشدوا حيلهم شوية علشان يبقوا في المكانة اللي يستحقوها. في نفس الوقت الإسماعيلي بيتعاقد مع 5 لاعبين، حسين السيد من الجيش، هو مصطفى الزناري ومحمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، وعبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود، وأحمد العش اللي راح على سبيل الإعارة
من النادي الأهلي بعد ما انتقل من مالية كفر الزيات إلى النادي الأهلي. ولكن خلينا نروح على التليفون مع الكابتن محمد عبد الجابر وكيل أعمال البوسني دراجان يوفيتش. يا كابتن محمد برحب بحضرتك وألف مبروك على التعاقد، واحكي لنا بقى التفاصيل. برحب بيك كابتن عمر، الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. احنا هو الموضوع ان الراجل وقع لغايه نهايه الموسم، تمام، وفي امكانيه لتجديد التعاقد موسم اخر، تمام، بموافقه الطرفين يعني. طيب هل في اي شروط جزائيه في 6 شهور دول؟ لا لا لا، مفيش اي شروط جزائيه خالص، لا على الطرف، لا على المدرب ولا على النادي. طيب ماذا لو كابتن محمد نادي الاسماعيلي لا قدر الله بعد ماتشين 3 4 لم يوفق مع المدرب او المدير الفني وحب الاسماعيلي ان هو يوجه له الشكر، التوجيه الشكر هيبقى من غير اي فلوس؟ من غير اي فلوس. خلينا نتفق ان كده كده النادي في وضع حرج. انا هكلمك بقى بس الكلمتين الجايين بصفتي مشجع اسماعيلاوي، بصفتي وكيل دلوقتي. طبعا النادي في موقف حرج، في الطبيعي ان اي حد بيحاول يبقى سبورت او يعني او يساعد طبعًا. النادي، انا لما طلب مني المساعده او طلب مني ترشيح بعض المدربين رشحت بالفعل كذا مدرب وتم الموافقه على دراجان. بدانا المفاوضات معاه، النادي مع معايا بصفتي وكيل المدرب، اتفقنا في الاخر ووصلنا. فانا اللي فارق معايا عشان اصريح معاك كمحمد ان النادي يصلح حاله والامور تمشي مظبوطه. الراجل موجود او مش موجود انا بحاول اساعد على قد ما بقدر بس مش اكتر. ففي الاول وفي الاخر ان شاء الله ربنا يوفقه، اهم حاجه في مسانده من الناس للنادي مش من المدرب. صحيح. يبقى في بس الناس كلها، ان انا شايف ان في الحمد لله معظم الحمد لله ردود الافعال كويسه، والراجل اصلا مسك بريميرو دي اوجستو الانجولي بعد 10 سنين غير ولا بطوله، اخذ معاهم كام سنه 3 دوري و2 كاس وواحد سوبر، ولعب قدام الزمالك في دوري ابطال افريقيا، ولعب قصاد الزمالك، لعب قصاد مازيمبي، وهو حتى لغايه اللحظه دي كان ستيل عايزه يرجع، وكان عنده كذا عرض الفتره اللي فاتت دي. تمام. فبصرف النظر هو الراجل المفروض ان هو ان شاء الله يبقى موفق، يعني عنده حظوظ مع النادي، بس اهم حاجه المسانده وربنا في الاول وفي الاخر يوفق يعني. طب قول لي يا كابتن محمد، دلوقتي الجهاز الفني المعاون مع مستر دراجان، هل حضرتك عندك خلفيه عنه المصري؟ لا انا ما عنديش خلفيه، انا معلوماتي ان هو بس جايب معاه مدرب احمال. تمام. مدرب احمال فقط؟ مدرب احمال فقط. جيفاد ده بوسني برضو. تمام. ده اشتغل معاه برضه في الجنيه دي اوجستو. المفروض ان النادي هنا بيشكل بقيه الجهاز، بس انا ما عنديش معلومه مؤكده عشان ما اضحكش عليك يعني. طيب يعني مخطط الاحمال تاني كده، قول لي اسمه مره تانية يا كابتن محمد. شيفات. تمام. شيفات. تمام، مفيش اسم تاني صح؟ هو اسم واحد بس. هو اسمه التاني مش مشكله، خلاص شيفات. ده مخطط الاحمال اللي موجود مع مستر دراجان يوفيتش المدير الفني البوسني. هو جايبه معاه في الجهاز، والمفروض ان هو حضرتك عرضت طيب لعيبه على اداره الاسماعيلي الفتره الاخيره او في اليومين اللي فاضلين في الترانسفير ويندو ده ولا؟ لا خالص والله لا. انا زي ما قلت لك انا بتعامل كمشجع مش كوكيل مع النادي الاسماعيلي. صحيح صحيح. طيب ماشي، يعني هو حضرتك خلاص اخيرا كده 6 شهور، لو حصل لا قدر الله اخفاق هيبقى اللي يعني الطرفين ينفصلوا بالطرديه، كل واحد مش عايز حاجه من الثاني، ولو مش كويس لحد نهايه الموسم والاسماعيلي طلب ان هو يجدد له موسم ثاني فالاولويه للنادي الاسماعيلي في ان هو يمدد التعاقد لمده موسم اخر، مظبوط كده؟ بس بموافقه الطرفين برضو ممكن يحصل ساعتها اتفاقات جديده، بس اهم حاجه يعدي الموسم ده على خير ان شاء الله. طيب يا فندم بشكرك كابتن محمد، شكرا جزيلا على وجودك معايا، وزي ما حضراتكم تابعتم وسمعتم وكيل دراجان يوفيتش كابتن محمد عبد الجابر بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه من حيث التفاصيل التعاقد وحته مدرب الاحمال او مخطط الاحمال، وانه في حاله ان الراجل يمشي بشكل كويس يتم تجديد عقده موسم كمان. طيب خلينا نروح بقى لشويه اخبار كده مهمه، وعايز حضراتكم تركزوا معايا واللي في بقى علشان الاخبار اللي جايه كلها مهمه ومحتاجين ان انا اشرحها لحضراتكم علشان تعرفوا الخبر شكله عامل ازاي. هنبدا من داخل نادي الزمالك بخبر خاص بينا، فرجاني ساسي لاعبا في الدحيل القطري بدايه من الموسم المقبل. فرجاني ساسي بالظبط اللي انا هحكي لحضراتكم ده هو اللي حصل. فرجاني ساسي في اللحظات او في الترانسفير ويندو اللي احنا بنتكلم فيه طلب مبلغ كبير جدا من الزمالك علشان من الاخر يعجز الناس ان هم يجددوا معاه. الراجل قال لهم انا عايز 3 مليون يورو نت، ده الرقم اللي انا عايزه في الموسم الواحد، طبعا رقم كبير جدا جدا جدا. ولكن فرجاني ساسي المفاوضات مع الدحيل في الترانسفير ويندو الحالي ما نجحتش
علشان الضحيل كان مستني ان فرجاني يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك عن طريق ان الزمالك ما يدفعش الفرجاني ساسي فلوسه، وبالتالي اللاعب من حقه ان هو يفسخ عقده مع نادي الزمالك. الضحيل مش عايز يدفع لنادي الزمالك فلوس في صفقة فرجاني ساسي، فبعد ما الزمالك التزم ودفع للاعب فلوسه، الدحيل اتفق مع اللاعب ان هو في نهايه السيزون هيتعاقد معاه عشان يكون لاعب حر. لاعب حر اتفق معاهم في الموسم الواحد ان هو ياخد 3 مليون يورو نت، ده الفلوس اللي اتفق عليها فرجاني ساسي. طيب الزمالك وصل مع ايه لفرجاني ساسي؟ الزمالك عرض على فرجاني ساسي 2 مليون دولار في الموسم، وبيحاول يخلص معاه قبل يوم 31 من الشهر الجاري، يعني قبل اخر يوم من الترانسفير ويندو، علشان يكون مأمن نفسه والدنيا تمام. الزمالك قال لفرجاني ساسي ان احنا جاي لنا 2 مليون دولار من صفقة مصطفى محمد، هتاخد 50% من ال 2 مليون دولار، هيبقى لك مليون دولار، ولكن اللاعب قال لهم انا مطالبي المالية انتوا عارفينها، فخلونا نتفق على الكلام في التجديد في نهاية الموسم. ولكن فرجاني ساسي بيماطل وبيعجز إدارة الزمالك علشان هو اتفق مع الضحيل القطري على انه ينتقل ليهم بداية من الموسم المقبل. ده بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي من طقطق لسلامه عليكم في الوقت اللي احنا بنكلم حضراتكم فيه. تمام، هنكمل لسه اخبارنا مع نادي الزمالك، يعني في بعض الاخبار اللي ليها علاقة بنادي الزمالك علشان ناخد لحضراتكم كده ايه يعني كل ما هو يدور داخل القلعة البيضاء. اخر 5 ماتشات لنادي الزمالك اللي هيبص فيه السكور شيت هيلاقي ان محمود جنش مش موجود تماما في ال 18 لاعب اللي الزمالك بيكون موجود فيهم في ماتشاته، يعني لا في الملعب ولا على دكه الاحتياطي. اللي موجود في الملعب ابو جبل، واللي موجود على مقاعد البدلاء هو محمد عواد. جنش بعيد ليه؟ جنش بعيد بسبب ان هو اتكلم مع باتشيكو وقال له أنا مش هقعد احتياطي لأبو جبل، أنت وعدني من بداية الموسم إن أنا آخد فرصتي وإن أنا أأدي وإن أنت تحكم في النهاية على مستوايا، وبعد ما تديني الفرصة تشوف مين الأحق بحراسة مرمى نادي الزمالك، هل أبو جبل ولا جنش؟ وبالتالي أبو جبل أو جنش زي ما قلت لحضراتكم قال لباتشيكو طالما أنا مش هلعب أساسي يبقى أنا ما أقعدش على دكة البدلاء، فأنا بعتذر لك وبعفيك عن اي حاجه، فلو سمحت ما تضمنيش للسكور شيت او لل 18 اسم اللي انت بتختارهم قبل كل مباراه علشان خاطر انا مش هينفع ابقى موجود طالما انا موجود على دكه البدلاء، فانا مش هبقى متواجد، وطالما انا مش موجود في الملعب فلو سمحت طلعني بره خالص ال 18 لاعب او ال 20 لاعب اللي انت بتاخدهم في كل مباراه. ده كان رأي جنش، وده سبب ابتعاد جنش الفترة الأخيرة عن دكة بدلاء نادي الزمالك بعد ما أخد وعد من باتشيكو في بداية الموسم أنه يلعب ويشارك مع الفريق، ولكن الوعد لحد دلوقتي لم يتحقق. الوعد اللي باتشيكو كلم فيه جنش هو شايف جنش أن الوعد ما تحققش، وبالتالي جنش فضل أنه هو يبتعد عن ال 18 لاعب اللي بيكونوا موجودين طالما هو مش هيلعب بشكل أساسي. تمام، نروح للاخبار التفاوضيه اللي الزمالك يعني بيتكلم فيها او الزمالك مهتم بيها. الزمالك زي ما انا قلت لحضراتكم امبارح باتشيكو مصر ومصمم على باسم مرسي، ولكن داخل نادي الزمالك هناك بعض الاصوات اللي بتقول لا احنا مش هناخد باسم مرسي مره تانية. طيب هل في بديل؟ طبعا في بديل. الزمالك في الوقت الحالي بيجس نبض مروان حمدي وبيتكلم معاه وبيشوف مدى او ايه هي الامكانية اللي ممكن يضم بيها مروان حمدي قبل يوم 31 يناير، بعد ما المقصة قال لهم احنا ما عندناش مشكلة لو هيدفع رقم مناسب في مروان حمدي ان احنا نبيعه لنادي الزمالك، والمقصة في نفس الوقت يمكن عندها ازمة مالية الى حد ما، فهيحاول ان هو يستفيد من اللعيبة اللي موجودة عنده، ولكن لو اللعيب يستاهل، يعني لو اللعيب جاب مبلغ يغري مسؤولي مصر للمقصة، ما عندهمش أي مانع أن هم يبيعوا لاعب أو يعيروا لاعب لأي نادي سواء الأهلي أو الزمالك، ولكن احنا بنتكلم عن مروان حمدي ونادي الزمالك. المقصة خلاص ما عندهمش أي مشاكل، والزمالك بيحاول في الوقت ده أن هو يوجد بديل لمصطفى محمد. وزي ما قلت لحضراتكم الكلام كان على باسم مرسي، ولكن
الاصوات او بعض الاصوات بتقول لا من داخل نادي الزمالك، فالبديل هو مروان حمدي، وبنسبه كبيره ممكن مروان يبقى موجود داخل نادي الزمالك قبل يوم الاثنين الموافق يوم 1 فبراير، علشان يكون اخر يوم هو يوم الاحد في الانتقالات الشتويه الخاصه بالكره المصريه والكره العالميه كلها. البنك الاهلي والاسماعيلي الاثنين يعني بيحاولوا ان هم قبل ما الماركت يقفل ان هم يضموا باسم مرسي. باسم مرسي دلوقتي في مفاوضات مع نادي الاسماعيلي ومع نادي البنك الاهلي. الانتاج الحربي مرحب ان اللاعب يرحل، وزي ما قلت لحضراتكم طالما في مبلغ كويس او في فلوس هتدفع فمحدش عنده مشكله تماما في ان هو يبيع لاعب لاي نادي اخر، سواء حتى اهلي او زمالك او بنك اهلي او اسماعيلي. ولكن الاسماعيلي هو اللي بيضغط وبيحاول باكبر قدر ممكن علشان يحصل على خدمات باسم مرسي. الاسماعيلي ماشي بشكل كويس، بيتعاقد مع لعيبه، جاب مدير فني اجنبي، فبيحاول ان هو يدعم الهجوم بوجود لاعب خبره، لاعب عنده امكانيات زي باسم مرسي، وراجل يعرف ان هو يشتغل مع الفرق الكبيره، ويعرف ان هو يشد زمايله، ويعرف ان هو يعمل حاجات او حاله ايجابيه كبيره داخل نادي الاسماعيلي. ولكن باسم عنده مشكلتين، المشكله المالية هتبقى في نادي الإسماعيلي إن هو ممكن الرقم ما يبقاش كبير عكس البنك الأهلي ممكن ياخد رقم كبير. البنك الأهلي طبعا يمكن يعني لسه خسران مباراة، لكن نادي لسه صعد حديثا إلى الدوري الممتاز، كابتن محمد يوسف بيحاول يعمل معاه شغل محترم. وفي نفس الوقت الإسماعيلي طبعا اسم وتاريخ كبير وفريق يمكن ما حدش أبدا يقدر يتكلم عن الإسماعيلي، ولكن كلنا كل الناس اللي بتشجع كورة همها ان هي تشوف الاسماعيلي مره تانية موجود وبينافس بقوه. كره القدم من غير الاسماعيلي او كره القدم المصريه من غير الاسماعيلي ما اعتقدش بيكون ليها طعم. لازم التنافس يبقى موجود من داخل نادي الاسماعيلي، قلعه الدراويش اللي احنا دايما بنتكلم عليها كل خير، اللي بتفرغ افضل لعيبه في مصر اللي جت كلها من الاسماعيلي، يعني الاهلي والزمالك اللعيبه اللي موجوده كلها من نادي الاسماعيلي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الاقرب لواحد منهم المفروض ان باسم هو اللي هيكون قريب للاسماعيلي، ولكن البنك الاهلي بيحاول ليه لا ان هو يحاول يحصل على خدمات اللاعب بعد ما يدخل معاه في المفاوضات. طيب خليني اتكلم مع حضراتكم في خبر ليه علاقه ببيراميدز. يمكن بيراميدز يعني اعتقد ان هو يعني في عدم استقرار داخل غرف خلع الملابس، ولكن الكبار اتدخلوا، يعني اللعيبة الكبيرة دخلت في المواضيع. اللعيبة الكبيرة بدأت تلم علشان حست ان الموضوع هيبدأ يوسع منهم. نزيف النقاط اللي بيحصل مع عدم الاستقرار اللي موجود، مع الخناقات اللي موجودة في أرض الملعب. يعني مباراة يعني اللي قبل اللي فاتت كان عبد الله وعلي جبر، طبعا عبد الله كابتن الفريق ممكن يكون بيتكلم خايف، علي جبر جون دخل في نادي بيراميدز فممكن يكون زعلان، فهو متنشن وعبد الله متنشن. فالموضوع بدا يكون في بعض المشاكل والازمات اللي موجوده في اوضه اللبس، اخرها موضوع المهدي سليمان وموضوع عبد الله بكري. ولكن موضوع المهدي سليمان لحد دلوقتي ما فيش حاجه اتحلت، اللاعب يمكن محبط، اللاعب عايز يمشي، والغرامه اللي توقعت عليه وايقافه بسبب صوره يعني اكيد في بعض هناك بعض اللوم لمهدي سليمان، وهناك بعض اللوم طبعا لاداره بيراميدز ان هي ممكن تتعامل مع المواقف بشكل ايه يعني بشكل مش واضح شويه. ولكن خليني اقول لحضراتكم عبد الله بكري كبار بيراميدز، الكبار اللعيبه الكبيره دخلت علشان تحل مشكله عبد الله بكري. عبد الله بكري يمكن اتوقف واتخصم منه فلوس لسببين، ان هو عمل كومنت او علق على صوره المهدي سليمان، وان هو مش عايز يجدد عقده ويخفض قيمه الراتب السنوي اللي بياخده، وبالتالي بيراميدز قرر ان هو يوقفه ويخصم منه فلوس. لكن اللعيبه دخلت وفي قعده صلح ما بين اداره بيراميدز وما بين اللاعب عبد الله بكري بعد مباراه الاسماعيلي وبيراميدز في بطوله الدوري العام. عبد الله هيقعد مع الناس، عبد الله بكري هيقعد مع اداره بيراميدز، اداره بيراميدز هتقعد مع عبد الله، والكبار اللي موجودين قدروا ان هم يقنعوا الناس ان احنا نعفو عن عبد الله، ما فيش حاجه اسمها ايقاف بسبب ان هو مش عايز يخفض عقده، وان احنا كمان نشيل العقوبه علشان احنا في وقت خطر، يعني الدوري بيجري والنقاط بتقع مننا، فاحنا عايزين نعوض، احنا عايزين نكون موجودين، عايزين ننافس. زي ما حضراتكم عارفين بيراميدز يمكن فريق مختلف عن بقيه الفرق اللي موجوده في موضوع الفلوس. فالكل ملاحظ والكل شايف ان للاسف معظم اللعيبه بتاخد عقودها بنسبه 70% في الاول، في ناس بتاخد 100%. فاللاعب لما يكون وصل له 100% ما بيكونش فيه دافع
عنده او يعني حاجه تقدر تخليه كده ان هو يموت نفسه علشان خاطر يعني يحققها؟ يعني اللاعب في اي نادي موجود في مصر بياخد 25% او 50% مقدم تعاقد، بياخد الباقي على شهور، بياخد الباقي على نسبه مشاركات. فاللاعب لو مش بيشارك اقدر اخصم منه فلوس او في فلوس مش هياخدها اوتوماتيك. في نفس الوقت ان لو اللاعب لسه متبقي له فلوس وهو اخطا هقدر ان انا اخصم منه، لكن لو لاعب بياخد فلوسه 100% انا هخصم منه ايه؟ ولا انا هقول له بقى اتمرن ولا ما تتمرنش، يلعب كويس ما تلعبش كويس؟ مش هيكون عنده اي دافع او مش هيكون عنده اي حاجه يموت نفسه عشانها. وعشان كده بقول لحضراتكم كبار بيراميدز بداوا ان هم ايه ياخدوا بالهم ان الموضوع بدا يفك منهم، فاحنا لازم نخش علشان خاطر نحل الازمه اللي موجوده في فريق نادي بيراميدز. طيب انا يعني اخر خبر كده عايز اعلق عليه قبل ما اروح للكابتن احمد بلال. يعني خلاص ايمن حفني رسميا بيوقع للزمالك 6 شهور بعد موافقه تاتشيكو. راجل يعني ايمن حفني من الناس المحترمه جدا، من الناس الذوق، من الناس اللي عملوا تاريخ كبير مع نادي الزمالك، ولكن زي ما بقول لحضراتكم الراجل كتب على صفحته الشخصيه على الفيسبوك انا يعني اكيد متعاطف معاه جدا جدا جدا، متعاطف معاه لسببين، لسبب ان هو حابب يختم حياته في نادي الزمالك، وبسبب كمان ان الازمه الاخيره اللي بنته ربنا يشفيها ويعافيها يا رب مرت بيها، فاللاعب ده اكيد يستحق افضل حاجه، واللاعب طلب ان هو يختم حياته ومشواره في نادي الزمالك، فاداره النادي الزمالك لبت رغبات ايمن حفني، ولكن الناس شيك جدا قالوا له مش هينفع ان احنا نوقع مع بعض اي عقود غير لما باتشيكو يدينا الامر المباشر يقول لنا خلاص يا جماعه ايدوا اللاعب ده انا ما عنديش مشكله فيه. فتم عرض ايمن حفني على باتشيكو، طبعا اللعيبه الكبار اللي ليها دور محترمين جدا وانا بشكرهم على انهم وقفوا جنب سنين ليهم. فباتشيكو قال لهم انا ما عنديش مشكله يمضي الراجل، مضى 6 شهور والمفروض ان بعد 6 شهور ايمن حفني يعلن اعتزاله علشان يعني وما يتكلمش في موضوع اللعب، هو هيتمرن 6 شهور مع نادي الزمالك وما يتكلمش خالص في موضوع اللعب علشان خاطر بعد 6 شهور دول يعني يختم حياته مع نادي الزمالك، الحلم والطلب اللي طلبه من نادي الزمالك. وانا بحترم اداره نادي الزمالك بصراحه ان هم لبوا ابسط الطلبات اللي ممكن ايمن حفني او واحد عنده تاريخ او واحد عنده موهبه كبيره زي ايمن حفني انها تتنفذ، فبشكر اداره الزمالك والف مبروك للكابتن ايمن حفني. خلصت معاكم الاخبار، بعد الفاصل هيكون معانا الكابتن احمد بلال اكيد طبعا هيعلق على اول سؤال هساله، ماذا تتوقع عن رحيل مصطفى محمد الى جالاتا سراي وانه يكون زميل لرادامير فالكاو؟ هل تتوقع ان هو هيلعب في البدايه ولا البدايه هتكون صعبه؟ هنعرف الاجابه منه ولكن بعد الفاصل. حط لبلال، دخل بلال، بلال بلال بلال، الله 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 يا بلال، ودخل منطقه الجزاء احمد بلال، احمد بلال هو جول، جول بلال من نجم مصر ونجم النادي الاهلي والهدف باليمين ماشي بالشمال ماشي بدماغك ماشي عشان ما حدش يقول لك ما ايه ما فيش اجوان جبتها بدماغك. ها صحيح، ايه رايك؟ ما حدش يطلع يقول اصل في واحد بيطلع عشان اعلى منه بس. طب انا اسالك سؤال صحيح صح؟ ايه يا حبيبي؟ دلوقتي لو انا معايا الهايلايتس دي اللاعب اسمه احمد بلال كده وانا جيت اوريها لمدير فني فقال لي انا عايزه، تفتكر مثلا ممكن اللاعب يطلب كام؟ اللي احنا شفنا اهدافه ده من شويه في الدوري المصري ولا بره؟ لا الدوري المصري في الوقت الحالي يعني. في الوقت الحالي طبعا في دوري مصر قصدي؟ تاخد كام يعني دلوقتي انا بفرجه على هايلايتس بقول له عندي حته لعيب كوره راس حربة بص بدماغه بقى بشماله بيمينه واحد على واحد كل حاجه بسم الله ما شاء الله بيعملها، فممكن تطلب كام؟
يعني 50 مليون مثلا. كتير قوي يا كابتن. كتير؟ كتير 50 مليون جنيه يا كابتن، مين بياخد 50 مليون جنيه يا كابتن؟ مش انت بتقول الواحد بيعمل بيمينه وبشماله وبدماغه وبكعبه وبكل حاجه في السنه ولا في الثلاث سنين؟ لا في السنه. يعني تاخد في الثلاث سنين 150 مليون. الثلاث سنين دلوقتي اللي ما بيعرفش يلعب. بياخد 50 تمام؟ اللي ما عندوش فكره بياخد في الثلاث سنين 50 مليون، صح؟ والله مش هي دلوقتي ماشيه كام؟ مش مليون دولار تقريبا اعتقد. مليون دولار في لو في الموسم ثلاث سنين ياخد صح كده؟ ياخد 45. ده الافرج العادي. ده الافرج العادي، خد بالك يعني. يعني طيب خلاص، واحد بقى فلق بقى بيجيب اجوان، بيعرف يحط بدماغه بشماله بيمينه بيرقص بيلعب يعني بكعبه كل الحق يعني. طب في الدوري التركي كنت هجيب كام؟ ها؟ في الدوري في التركي او في الدوري التركي كنت هتطلب رقم كام؟ قلت لهم انا عايز كام في الموسم؟ زمان كنت باخد، زمان بقى يعني كنت باخد رقم لطيف يعني مش وحش يعني. طب دلوقتي انا لو حضرتك دلوقتي جه جلاتا سراي عايز اتعاقد معاك، هتقول انا اخد كام في الموسم؟ والله ما اعتقد بره يعني مش ما بقوش يدفعوا اقل من الدوري المصري يعني. عشان لا بيدفعوا اقل طبعا. ما انا بقول لك والله. انا بقول لك مش زي الدوري المصري على فكره. لا طب عارف يعني بجد ممكن يعني مليون ونص دولار، مليون لا دولار. لا مصطفى واخد اقل، مصطفى واخد افريج مليون، مليون و200. أيوة. طب ما انا بقول لك كده والله زي الدوري المصري. ايوه طبعا انا بقول لك ايه بقى الدوري التركي بقى مختلف خالص. الدوري المصري رايح في حته ثانيه خالص في الفلوس، احسن يعني في الارقام رايح في حته ثانيه خالص، لكن في اللعيبه راح في حته ثانيه خالص. انا عايز اسالك، انا بص انا عشان بس سؤال مصطفى محمد، انا بكلمك جد على فكره والله، انا هدي لك سؤال دلوقتي حلو قوي، هدي لك حاجه حلوه. انت عارف الدوري التركي مين؟ سؤال حلو. مين راح قاعدين في امتحان؟ طب مين راح الدوري التركي انقرة جوتشو من ساعات وليله؟ جيرالدو راح بادجي اعتقد، صح؟ بادجي وجيرالدو لحق بيه يعني. شهر ولا ايه؟ كانوا شهر ولا ايه؟ والله العظيم ما بهزر، خلص عقده مع النادي الاهلي وراح لانقرة. راح فري، هم بياخدوا فري. راح فري ترانسفير. بس خد بالك معظم انديه الدوري التركي بتحب اللعيب الفري حتى لو ما عندوش فكره. لا فري مش بس جيرالدو يعني بالعقل والمنطق الناس كانت بتنتقد ان هو موجود في الدوري المصري. انا هقول لك على حاجه تمام يعني، هيروح من تركيا ازاي؟ هقول لك بس على حاجه، انت مش عندك النمره الايجنتس بتاعهم الاثنين بتاع بتواصل مع طبعا، اساله قال له خد كام؟ قول له خد كام؟ لا يعني ماليش دعوه بادجي، انا لا دعوه بجيرالدو، بادجي قصته مختلفه. عشان طالع اعار اساله خد كام؟ يعني اخره 250 300. ايوه الله يبارك لك اخره. ايوه مش مليون دولار بياخد في الاهلي، 700 بياخد في الاهلي، بيقف في 700. طب انا اسالك سؤال يعني، بس حضرتك كابتن بلال قلت ان هو لعيب ما عندوش فكره، صح؟ ما يلعبش في الاهلي. طيب لعيب يلعب واثبت الوقت اثبت صحه كلامي. طيب انا ممكن اسالك سؤال بس انا الوقت اثبت صحه من هنا من اول حلقه قلنا ايه؟ تمام. انا مش مختلف مع حضرتك. قلت لك جيرالدو وبادجي الاثنين، خد بالك كنا بنتكلم، قلت لك دول امكانيات تمام ليست بامكانيات النادي الاهلي. طيب لعيبه ليست على مستوى النادي الاهلي، الدفع فيها ارقام ما ينفعش تدفع فيها، بتاخد ارقام ما ينفعش تاخدها جوه النادي الاهلي. لذلك مش هنقول ان في ازمات فنيه في النادي، ولكن هنقول في سوء اختيار داخل، كان في سوء اختيار للاثنين لعيبه داخل النادي. طب انا ممكن اسالك سؤال، انهي اقوى، الدوري المصري ولا الدوري التركي؟ لا تركي طبعا. طب ازاي لاعب ما ينجحش مع النادي الاهلي على حسب كلام حضرتك وانه ينتقل الى الدوري التركي الممتاز؟ راح ببلاش. ماشي بس هو ببلاش اكيد، هم برضو مش هياخدوا لاعب. مش راح ببلاش. اللاعب اللي بيروح تتوقع نجاحه؟ طيب انا هقول لك، اللاعب اللي بيروح ببلاش تمام وارد يروح اي نادي في العالم. بس مش نادي يعني مش نادي في التوب يعني. بس وارد يروح اي دوري في العالم او اي نادي في العالم. وارد جدا جدا جدا. عندي لعيب فري هجرب. الانديه خد بالك برضو في تركيا بتيجي في شهر واحد، من خلال تجربتي معاهم يعني، بتيجي في شهر واحد بتبقى متعطشه جدا ان هي تعمل ترانسفير، تجيب لعيب جدا. لان خد بالك هناك، خد بالك الانديه بتعمل ايه؟ القايمه بتاعتها ما بتقفلهاش. هناك بيبقى 22 لعيب، 23 لعيب ماكسيموم. المدرب بيشتغل بكده، ما بيشتغلش ب 30 و 35 و 40 لعيب وعايز 10 من الناشئين وثلاثه بيلعبوا من تحت 18 سنه، عايز 60 لعيب يبقى حواليه عشان يحس بالعزوه. لا المدربين هنا في مصر بتحب بتحس بالعزوه. لكن المدربين في اي حته بلاش، مش هقول في تركيا، في اي حته في العالم مفيش مدرب بيشتغل باكثر من 25 لعيب. هيدربهم ازاي؟ هيركز معاهم ازاي؟ صحيح بأني شكل وبأني طريقه. وانت خد بالك يا عمر، القوام الاساسي تمام والثابت مع اي مدير فني بتتكلم في 15 16 لعيب. انا بتكلم اللي بيلعبوا واللي بيتغيروا. ممكن في ثلاثه تانيين حسب بقى، في اصابات، في لعيب هيبعد فتره طويله، في لعيب هيغيب لايقاف كبير، في لعيب عنده اصابه مزمنه فهيطول، فيبتدي المدرب يحط
حوالي 17 18 هم دول اللي بيلعب بيهم طول الموسم على فكره. انما فكره ان انت النهارده عايز 35 لعيب يبقوا في قائمتك عشان تبقى تحس بالعزوه جنبك وتحس ان انت وقت ما تحتاج تلاقي، كان ده مش موجود. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، حتى الانديه الكبيره في مصر اهلي وزمالك بتعاني معاناه شديده في بعض الاماكن مع كثره اللعيبه اللي موجوده في القائمه. يعني ما تيجي النهارده تبص على الـ على الـ على النادي الاهلي مثلا الـ 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 القيمه الكبيره جدا، عنده كام لعيب؟ 35 لعيب تقريبا. عنده بكرات واحد بس. تمام، واحد بس. بس ما في يعني ندره في الباك ليفت والباك رايت في مصر، ماليش دعوه بقى يعني حضرتك لو شايف دي اخطاء دي اخطاء الانديه، مش خطأ انا الشخصي، دي خطا النادي. صحيح. عندك ناشئين، عندك لعيبه بتلعب في الدرجه الثانيه، عندك لعيبه في الدوري الممتاز، عندك لعيبه افارقه، عندك لعيبه عرب، عندك لعيبه بتلعب في الدوري البرازيلي، تمام، تقدر تجيبهم، لعيبه بتلعب في الدوري البرتغالي تقدر تستعمل، امريكا اللاتينيه بشكل عام، امريكا اللاتينيه بشكل عام، الارجنتين بقى، كولومبيا، البرازيل. صحيح. ايا كان، دي غلطتك انت كنادي، مش ما تقوليش عندي ندره. طب ما احنا عندنا ندره في رصاصات الحرب في مصر، عندنا ندره في الاجوان في مصر في الوقت كان في الوقت من سابق، يعني كان عندنا ندره في الاجوان، دلوقتي بقى عندنا جولين ثلاثه كويسين على مستوى مصر. طب ممكن اسالك سؤال في الموضوع ده دلوقتي؟ اتحاد الكوره قرر الموسم اللي جاي ان 5 لعيبه اجانب بدون تحديد مراكزهم. بيهزر طبعا. طيب دلوقتي ايه رايك في القرار ده؟ لا طبعا انا ضد فكره ان 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 ان, إن الـ يتفتح مجال ان احنا نجيب جوال اجانب، احنا نجيب حراس من بره. ده احنا بنعاني اصلا بالحراس في الوقت الحالي. انت عندك مين في مصر النهارده تقدر تعتمد عليه كحارس مرمى؟ شناوي وجنش بس، خلاص وقف. وابو جبل وقف جنش لا حط على جنب. ليه؟ شناوي ابو جبل، انا بكلمك في اللي مادي سليمان الحاج، ما تقوليش جنش، مادي سليمان ما بيلعبش، شريف اكرامي، الاثنين اللي تقدر تستطيع انك تعتمد عليهم في التوقيت الحالي الشناوي وابو جبل. طيب انا عايز اخد بس تليفون مهم جدا. يمكن كان في بعض الكلام اللي بيتقال يعني عند الكابتن ايمن عبد العزيز الكابتن الكبير كابتن نادي الزمالك، ولكن انا حابب يكون موجود معايا بنفسه يمكن هو يوضح كل شيء. كابتن ايمن برحب بحضرتك. يا عمر عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ برحب بيك طبعا ابو بلال. عامل ايه؟ ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا بلال عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله حبيبي وحشني والله. انت كمان يا حبيبي. كابتن ايمن يمكن يعني عايز اعرف راي حضرتك عن الكلام اللي بيتقال الفتره الاخيره. يمكن انا ما قلتش، انا كنت حابب حضرتك تبقى موجود بنفسك وبشخصك وتقول لي ايه اللي حصل بالظبط. يمكن كان في اسمه كده، ولكن انا ما اعرفش الموضوع وصل لحد فين يا كابتن ايمن. انا والله انا سمعت ازيك، انا في ناس كتير كلمتني بتقول لي في مشاهده حصلت في النادي وفي خناقه، بس مش عارف مع مين بصراحه والله العظيم. طيب ممكن اقول لك الخبر اللي احنا اللي انا قريته؟ ان الكابتن ايمن عبد العزيز دخل في مشكله مع احد العمال اللي بيشتغلوا في نادي الزمالك، تعامل معاه بطريقه مش لطيفه، فالعامل اشتكى الكابتن ايمن عبد العزيز، وبناء عليه اللجنه الثلاثيه اخذت قرار برحيل الكابتن ايمن. انا بقرا لحضرتك الخبر زي ما مكتوب بالظبط بس كده. اه هو نفس اللي قاله لي، بس الكلام ده ما حصلش خالص. يعني حضرتك مستمر لسه في نادي الزمالك؟ مفيش اي حاجه خالص؟ ما انا كنت موجود امبارح، موجود وعندنا ماتشات امبارح. ولا حد بلغ حضرتك باي حاجه لحد دلوقتي؟ لا خالص طبعا، بس اساسا مفيش حاجه يعني بالظبط. طيب كويس ان حضرتك يعني دخلت ووضحت الموضوع، مفيش اساسا يعني انا ولا حاجه يا كابتن احتكاك يا كابتن ايمن، ولا كلمه من هنا لا مفيش اساسا، يعني مفيش اساسا الموضوع مش مطروح عشان اقول لك مثلا ايه انا شدت مع حد او في حد قال لي حاجه مثلا ما عجبتنيش او انا مثلا قلت لهم حاجه هم ما عملوهاش فانا مثلا زعقت. لا مفيش اساسا يعني مفيش حاجه حصلت والله، يعني ما عمال افتكر يمكن يكون في حاجه انا مش واخد بالي، مفيش حاجه والله يا كابتن. انا يعني انا ما حبيتش اقول اي خبر غير لما يكون صاحب المصدر هو اللي موجود هو اللي يوضح، عشان ما بكونش يا كابتن الحاجات دي يعني شويه ما بيكونش فيها. طب يا كابتن ايمن ما ينفعش تكون موجود معايا واسالك سؤال وتقول لي يعني شايف مصطفى هينجح في الدوري التركي بما انك واحد من نجوم الدوري التركي؟ اسال بلالي يقول لك. ما سالته بس بعديك، بس بعد حضرتك ما بتقول انا اخليه يجاوب، هو السؤال صعب ولا ايه؟ لا طبعا خالص، انا بضحك عشان احمد يعني انت بتسالني وبتدخلني وفلان موجود. والله ابدا انا والله العظيم ابدا، اقسم بالله احنا كنا متفقين ندخل حضرتك من بدري. بلال طيب؟ لا خالص والله بلال طيب، بس يعني هو مش عارف يعني ساعات بيقول حاجات كده شويه
مش يعني مش راكبه على بعضها، لكن مصطفى طبعا هينجح يعني. يا عم انا جبت سيره مصطفى، يا عم انا جبت سيره مصطفى، ما جبتش سيرته يا جدع. لسه كابتن ايمن بقول لك ايه، لسه ما جبتش سيرته، لسه شويه ما جبتش سيرته يا كابتن. طب يا كابتن ايمن بقول لحضرتك ايه، احكي لي عن كابتن بلال لما كان موجود في الدوري التركي، حاجه حصلت بينكم؟ احكي لي موقف كوميدي حصل بينكم انتوا الاثنين يا كابتن ايمن. والله كان ما شاء الله، لا كان كويس، انشغال جدا كويس، وكان الناس مبسوطه بيه جدا هناك. طب ما فيش موقف كده ولا كده كابتن ايمن، موقف كوميدي كده حصل؟ طب احكي لي واحد كده. البيت وسابني وراح بات بره. والله ينفع كده يا كابتن؟ كتر خيره كتر خيره. انا واخدني، انا كنت في كونيا، رحت اقعد معاه تمام، قال لي تعالى بات معايا واعمل شوبينج في انقره. حلو. فقلت له طيب انا ما اعرفش حاجه في انقره اصلا. تمام. قلت له ايمن كان معاك السواق؟ ايه كان معاك السواق؟ طيب عايزين مني بتمرن. نمت عنده. نمت عنده في البيت، صحيت الصبح ادور عليه مش لاقيه. رحت التمرين، كان عندي تمرين الصبح تبع عمر. طب يعني اسيبه؟ طيب لا لا. شايفه ما بيته. طيب اخويا ماشي. صحيح صحيح. ماشي يا كابتن ايمن، يعني بشكرك يا كابتن ايمن على توضيح حضرتك للكلام اللي حصل كله. زي ما حضراتكم سمعتم ما فيش اي حاجه خالص من الكلام اللي انتشر عن يعني رحيل الكابتن ايمن عبد العزيز من نادي الزمالك او من قطاع الناشئين. طيب نفس السؤال هسأله لحضرتك بس عشان بس ايمن بعد بس أي ما أيمن. بعد ما نخلص السؤال بتاع الاجانب، معلش الاجانب الخمس لعيبه اللي هو ما فيش فيهم مركز محدد ومعين. بص انا ضد فكره انك تجيب حراس مرمى. طب هم ليه عمل كده؟ ليه اللجنه الاحاديه بتعمل كده؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه السياسه او ايه الغرض من الموضوع ده. تمام. انت النهارده اصبح عندك مثلا، يعني مثلا واحد زي الشناوي جول كويس، واحد زي ابو جبل جول كويس، مهدي سليمان المهدي سليمان جول كويس، احمد الشناوي كان في بيراميدز جول كويس. يعني اصبح عندك يعني حتى الحراس اللي راحت اعارات لبعض الانديه زي عمر صبحي، زي برضو بتاع الزمالك الحارس المرمى اسمه عمر. عمر اللي انتقل للاتحاد، ومحمد صبحي، محمد صبحي عفوا، عمر رضوان، عمر رضوان، عمر رضوان. اصبح لو النهارده انت فاتح او هتفتح فكره عندك إن محمود جاد ان انت تجيب حراس من بره، هتلاقي عندك كم الحراس الموجودين دول اللي ممكن يبقى في يوم من الايام حراس منتخب مصر؟ ما اعتقدش. تمام. ما اعتقدش من وجهه نظري. اول حاجه هتعملها الحراس الكبيره اللي الانديه الكبيره هتبتدي هي كمان تستعين بحراس اجانب كبار وتقال خلاص الانديه بقت تدفع ارقام. هتجيب اي حارس تقيل جدا من افريقيا ب 500 600 الف دولار ويجي يقف لك جول وشكرا، الموضوع خلص على كده. تمام. احنا بقى عندنا ازمه رصاصات الحربه عشان المدربين في مصر بيحبوا يستعينوا افارقه. بص اول حاجه بالنسبه لك كمدير فني اجنبي بتدور على لعيب افريقي. اول حاجه بالنسبه لك ليه؟ عنده قوه، عنده سرعه، هو ده التميز. شايف ان الموضوع ده قل شويه يعني الفتره دي؟ قل ازاي؟ الاهلي ما عندوش راس حربه اجنبي يا راجل. امال بوالي ده يطلع مين؟ ماشي بس مروان محسن، بوالي ده يطلع مين؟ لحظه بس يا كابتن، احنا بنتكلم على ان اللي بيلعب بادج. لحظه بس، اللي بيلعب بشكل اساسي بوالي. لا انا في الوقت، لا بوالي في الوقت الحالي محمد عشان شريف، اللي شريف لعب ومروان كان بيلعب. يا عمر يا عمر تمام يا عمر، الاهلي جرب بادج ما ينفعش صح. جاب شريف من الاعاره، بعد ما تعاقد مع شريف من الاعاره تمام، تعاقد مع والتر بوالي مظبوط، لعب على طول تاني اول ماتش ليه. بس حضرتك قلت غلط. انا قلت غلط؟ مش حضرتك كنت بتقول؟ انا قلت غلط. ايوه بس هو عمل كده. انا قلت ان بتكلم على وجهه نظرك الفنيه. طبعا كان خطا، كان عشان شريف صحيح، وتبتدي تدي بوالي تدريجي. وانا متفق معاك في تمام عشان خاطر ما تسحبش الثقه من ده، وكمان ما تحطش صحيح ضغط على بوالي. الزمالك ما عندوش حرب اجنبي، مصطفى محمد اللي كان بيلعب على طول. اوكي ماشي. كاسونجو كان بيلعب طرف. عندك لا كاسونجو ما كانش بيلعب راس حرب. لا طبعا ازاي كاسونجو؟ قبل كاسونجو كان في بعض الولاد اللي كان بيلعب. ده كاسونجو رجع. طيب انا معاك انا معاك انا معاك بالراحه. مصطفى محمد اول سنه السنه اللي فاتت ماشي، ما السيزون اللي فات كله وكان معاه كاسونجو تمام بيلعب راس حربه تمام. بس لما رجع الموسم اللي فات لعب وينج. بس ما انا بقول لك اهو بس الزمالك كمان عنده راس حربه، عنده حميد احداد ما بيلعبوش راس حربه، عنده السنه دي اشرف بن شرقي هو اللي بيلعب راس الحربه الاساسي السنه دي، رغم ان ده مش مركز وينج شمال. يا سيدي بن شرقي بيلعب وينج شمال. ما كانش بيلعب راس الماتشين اللي فاتوا، ما كانش بيلعب شادو سترايكر مش مهاجم صريح. الماتشين اللي فاتوا ما كانش بيلعب فيروت صريح. تمام احسن يا كابتن، لازم امشي كلامك. ايوه كان بيلعب فيروت صريح الماتشين اللي فات. ماشي. فحضرتك شايف ان كل الفرق ان هي تستعين بحراس اجانب او راس حربة اجانب دي مشكله بالنسبه للمنتخب المصري. الانتاج الحربي صحيح. لا كل الفرق، انا كل الفرق المصريه الاختيار الاول بالنسبه للمدير الفني مهاجم افريقي. شلوت الكوره كله. السؤال هل الفرود الافريقي او راس حربه الافريقي عنده
مميزات الدوري الممتاز المصري للفرقة الكبيرة؟ لا. لا. وبكل يعني وبكل صراحة لا. ليه؟ أنت النهاردة بتجيب لعيب كل ما يمتلكه من مهارات كرة القدم هي السرعة والقوة. من وجهة نظري أنا الشخصية يعني، إلا ما رحم ربي إلى بعض اللعيبة يعني، تمام؟ السرعة والقوة، السرعة والقوة دول لما تيجي تلعب في نادي كبير عنده قدرات وإمكانيات كبيرة، بيهاجم على طول، بيشتغل على الاستحواذ، الفرقة اللي قدامه بتدافع دفاع من منطقة ال 18، مفيش مساحات، فبالتالي راس الحربة اللي موجود بإمكانياته دي مش هيقدر يشتغل معاك، عايز راس حربة عنده قدرات فنية عالية، عنده فكر، عنده مهارة أكتر من السرعة، محتاج واحد عنده سرعة أكيد، بس محتاج فكر ومهارة وتحركات جيدة أكتر بكتير من السرعة الجبارة اللي موجودة عنده، جربنا في الأهلي لعيبة كتيرة جدا. طيب أنا يمكن أنا في ناس بتتابعنا من كل حتة يا كابتن بلال، يمكن الزميل العزيز هاني إدريس بيتابعنا دايما من اليونان وبيبعت لي بيقول لي كابتن بلال أكيد عارف إن الفرق في أوروبا عندهم مدرب مخصوص بالنسبة لرأس الحربة والمهاجمين، واحد مزبوط. متخصص فقط إن هو بياخدهم كده بيكون لهم شغل معين. هنا في مصر، هنا في مصر عيب المدربين بيستعيبوا. إحنا دلوقتي ده السؤال أنا هسأل حضرتك، ليه لا يتم الاستعانة بمدرب مدرب يكون متخصص إن هو يشتغل مع رؤوس الحربة والمهاجمين فقط؟ أقول لك إيه؟ قول يا كابتن. في وقت من الأوقات كده يعني في سنة من السنين في مدرب من المدرب مش هقول اسمه يعني. فرئيس النادي كان بيقول له هجيب لك خد بص بقى مش هيقول لك مش رأس حربة بقى. قال له هجيب لك مدرب أحمال. حد كده بتاع أحمال كويس دارس وكده. قال له لا لا أنا أقوم بالدور ده. والله العظيم مدرب على إذن أقول لك على حاجة. مدرب له اسم كبير بس ما ينفعش أقول اسمه يعني. أنا بكلمك جد. قال له لا مدرب أحمال إيه؟ مش محتاج. أنا أقوم بالموضوع ده. المدرب هنا بص يعني برضو إلا ما رحم ربي عشان برضو في بعض مدربين محترمين طبعا. المدرب هنا عايز يشتغل مدلك ومدرب ومدير كورة وإداري ومدرب عام والله العظيم وإداري ورئيس نادي كله وهو بيشتري يشتري اللعيب يفاصل في ثمن يفاصل في ثمن ثمن اللعيب ويفاصل في مرتب اللعيب وكيفية إن اللعيب ياخد المرتب إزاي تمام ويشتغل هو يحط الاحمال كلها على بعضها ويشتغل هو ويحط هو الوحدات التدريبيه ويبقى كوتش في الاخر لا ما بيبقاش كوتش هو في الموضوع ده هو يعني بينساه خالص وبعدين يخش يشوف اللعيب بيتدلك ازاي كل الامور دي جيده انك تشرف عليها كمدير فني بس انت بتسيب كل الحاجات يعني بتشتغل في كل الحاجات وتسيب الحته بتاعتك انت الهيد كوتش التفكير الشغل تمام القدرات والامكانيات الذهنيه الدراسه ازاي بتدرس الخصم ادرس لعيبتي الطرق اللي تنفع مع اللعيبه بتاعتي اللي تنفع مع الفرقه بتاعتي اشتغل ازاي هل كل مباراه انا فرقتي تسمح ان انا اشتغل بطريقه واحده قدام كل الفرق ولا اغير من الطريقه بتاعتي هل انا الطريقه بتاعتي دفاعيه ولا هجوميه كل الحاجات دي بيسيبها الهيد كوتش في مصر ويشتغل على كل الحاجات التانية اللي هي التدريبات احنا عندنا مدربين هايلين لكن هل عندنا مديرين فنيين هايلين هو ده السؤال هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه في مدربين هايلين في مصر يحطوا وحدات تدريبيه جميله جدا 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 لكن هل انت بتتفرج وانت بتتفرج على الدوري المصري بتحس بتشوف براعه المدربين او براعه المديرين الفنيين في التاكتكس اللي بيشتغلوا بيها هل بتشوفها انت كعمر وانت راجل لعبت كوره برضو شغال مثلا وشغال في الاعلام موضوع صعب قليل قليل جدا جدا لما تشوف الكلام ده في الملعب ده مترجم داخل الملعب عشان كده انت انا رحت تركيا 2005 5 يعني بتتكلم في حوالي 15 سنه كان معانا 8 مدربين انت متخيل واحد بقى بيشتغل مع الفراوده واحد بيشتغل مع المدافعين واحد بيشتغل مع الاجوان واحد بيشتغل بيعمل بيشتغل في الاحمال واحد بيعمل الاناليسز واحد كتير جدا والمدير الفني مهمته فقط لا غير التلت ساعه انا طبعا بشرف على كل ده بس ايه اللي بيشتغله التلت ساعه بالظبط اللي هي بتاعه التاكتكس اللي بيشتغل هنتحرك ازاي هنلعب بأي طريقه هندافع ازاي هنهاجم ازاي بس شكرا خلاص وقاعد بيفكر في الجيم بيشتغل على الجيم بيشتغل على اللعيبه وهيشتغل هيلعب اللعيبه ازاي بيتكلم في نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعه اللعيبه بتاعته وبتاعه الفرقه الثانيه بيجيب لك بيحلل الفرقه الثانيه وبيشتغل عليه في محلل طبعا بيحلل اداء الفرقه الثانيه لكن هو بيفرجك انت هنشتغل ازاي في الناحيه الهجوميه هنشتغل ازاي في الناحيه الدفاعيه هو ده المدير الفني تمام عنده مدربين كتير جدا لكن احنا عندنا في مصر مدير فني مدرب عام مساعد مدرب ممكن ايه الادوار هقول لك على حاجه مهمه جدا 90% من الدوريات المصريه 90% تمام
لازم هتلاقي يا المدير الفني اللي قاعد اللي واقف على الخط بيدي تعليمات، يا المدرب العام اللي واقف على الخط بيدي التعليمات. الاثنين ما بيلتقوش، مع ان ده الطبيعي ان الاثنين يلتقوا يتكلموا اثناء الجيم، بس واحد بس اللي بيقف. خدني رد عالي يا كابتن وجاب على السؤال، انا ممكن اكون مش واخد بالي من سؤال حضرتك قبل الاجابه. اللي انا عايز اقوله ان طبيعي جدا ان المدير الفني والمدرب العام الاثنين يبقى متواجدين مع بعض فترات زمنيه كتيره على الخط، يا اما واقفين يا اما قاعدين. بلاش واقفين عشان واحد بس الوقت. قاعدين عشان يتناقشوا في الحلول اللي موجوده. لكن كونك دايما واحد واقف على الخط والتاني قاعد والعكس، طب هيتناقشوا ازاي؟ يعني نفترض ان في مشكله، في حاجه محتاجه حل، محتاجه راي. انت بتشوف المدربين بره اكتر مع الاجانب ولا مع المصريين؟ الاجانب طبعا على طول، تلاقي المدير الفني قاعد مع المدرب عمال يتكلم، طب هنلعب، طب هنشتغل، طب على طول بيتكلم على طول، بيحل في ازمات. ممكن تكون انت كمدير فني عندك وجهه نظر، او كمدرب عام عندك وجهه نظر. هنا اعتقد المدربين العموم ما بيقولوش وجهه نظرهم، اعتقد بيخافوا، بيقلقوا يقول وجهه نظره، الفرقه لا قدر الله تحصل مشكله، المدير الفني شاله، يقول له بس انت اللي خسرتني المباراه. لا، مفيش لغه الحوار اثناء المباراه مش موجوده. وانت لاحظ الكلام اللي بقولك عليه، انا ما بقولكش كلام الفراغ يعني. انا صح، انت عندك حق. ده موضوع يعني موضوع مهم جدا جدا جدا. انت كمدير فني بتشتغل ازاي؟ فكون النهارده انك انت ما تشتغلش مثلا في الاستاف بتاعك بخمسه سته كل واحد له تخصص، ده موضوع يعني مثير للدهشه. الاهلي النهارده عنده اللعيبه المهاجمين بيضيعوا كام فرص غير طبيعيه. طبيعي مثلا يشوف يعني مدرب يشتغل مع اللعيبه دي تخصصي كل مش لازم كل يوم، يوم ويوم. في لعيبه كتيره جدا كانوا نجوم في راسات حربه في النادي الاهلي، مش بتكلم عليا انا شخصيا، عندك عماد متعب وعندك يعني اجيال لعيبه كتيره جدا لعبت في النادي الاهلي. يا ده كابتن بدال، لو اتعرض عليك انك تبقى مدير فني للنادي الاهلي للفراوده، مش هيكون عندك مشكله؟ هل حضرتك مؤهل لحاجه زي كده او بتسعى لحاجه زي كده؟ انا ما عنديش مشكله في الحته دي خالص. انا بسالك سؤال، انا اول مره اسالك على حاجه ليها علاقه بالتدريب. ماشي، انت راجل نجم دلوقتي حضرتك، او كابتن عماد متعب، او نجوم الاهلي اللي لعبوا في حته الراسات. ما اعتقدش ان في واحد هيقول لا يعني. هل لو حضرتك تم العرض عليك ان انت طيب، انا عايز اقول لك تجربه حصلت عشان كده انا بسالك. 2015 الموضوع ده اتطبق مع منتخب هولندا لما داني بليند وتيرو هنري. انا بقول لك اتعاقد مع فان باستن علشان يكون هو مدرب الناس المهاجمين. طب وتيرو هنري بلجيكا؟ ما انا بقول لك لا، بتكلم على اول واحده في 2015. راجل طبعا محاضرات، وراجل طبعا بشكل فني معاهم في الملعب، فكل الكلام ده بيفيد اللعيبه اللي موجوده في الملعب. طبعا موضوع الخبرات ده كابتن مش بالسهل كده ان انت تلاقيه. هتتعلم ازاي؟ يعني انا النهارده لما كنت في الناشئين او لو كنت في الدرجه الاولى، كان بيجي بقى بروح اتعلم بقى، بشتغل، بشوف، بتفرج على حسام حسن، بتفرج على لعيبه في اوروبا، بتفرج على ايمن شوقي، بتفرج على محمد رمضان، بتفرج على فيليكس عشان اتفرج اشوف اللعيبه بتتحرك ازاي اثناء الجيم، بيتصرف في المواقف الصعبه ازاي، تمام، ازاي بيحط الخصم يعني الكره تحت، يعني الخصم ازاي بيحطه في ظهره، طب يقدر يحافظ على كورته ازاي، بيقدر يلف ازاي، بيقدر يسجل اهداف. انت من ارخم اللعيبه اللي بتعمل كده. خلاص اتعلم، انت بتحافظ على كورتك وتحلق على مصر كلها. لو مصر كلها في ظهرك محدش هيعرف منك. اتعلم، ما كنت بتتعبني في الخماسي والله العظيم، بتتعبني في الخماسي. اتعلمت والله، ما ده تعليم، دي تعليم ودي خبره احنا خدناها من اللعيبه اللي قدام. ما فيش حد كان بيعلمني، لكن انا كنت بتفرج على اللعيبه اللي كانت بتلعب قدامي، واللي انا عاصرتهم، واللي انا اشتغلت معاهم، تمام. ومدربين كتير جدا يعني، كان الله يمسيه بالخير كابتن خالد جد الله، اول ما علمني الحته دي، ازاي تقف، ازاي تحضن على كورتك كويس، ازاي تلف بالكوره، ازاي تخلق نفسك مساحه للتصويب، ازاي تشوف برجليك الاثنين، دي كلها حاجات. خد بالك، انت عندك المهاره، لكن لازم المهاره تنمى. هتنمى ازاي لو ما فيش حد بيشتغل معاك؟ لا، ما ينفعش نبقى يلا تقسيمه ونلعب وبتاع حلو، التاكتكس كويس، والمدير الفني بيشرح الخطه حلو قوي، لكن انت في الجيم بتقابلك مواقف لازم تشتغل عليها اكتر من مره في التدريب عشان تنجح فيها في الماتش. الكلام ده مش موجود في للاسف في كل الدوريات المصريه. احنا عندنا اسطمبه شغاله، مدير فني، مدرب عام، مساعد مدرب، فقط لا غير. شكرا. هو ده الجهاز، هو ده الجهاز. برغم ان انت بتدفع ملايين الملايين للعيبه، قيمة المدير الفني مش مقدرة في الدوري المصري، مش مقدرة. النهارده المدير الفني بياخد كام؟ مثلا يعني 100,000 جنيه؟ مين مثلا؟ مين مثلا يعني؟ لا بتهزر. مين ده اللي بياخد 100,000؟ 150؟ 150 مين؟ بياخد كام؟ 200,000؟ 200,000 ده الناس اللي هي الناس اللي هي يعني في دوري ممتاز، في دوري ممتاز حبيبي. ما اعرفش والله كام. انت عارف في مدربين بياخدوا كام؟ 600,000 500,000. كام واحد؟ 2 3؟ ماشي، بس ده الافرج. انا بكلمك على 18. انت بتتكلم حلو. طيب احنا بنبص، سيبك من الاهلي والزمالك، صح؟ ماشي، سيبك من الاهلي والزمالك. والاسماعيلي جاب مدرب مثلا النهارده اجنبي، عارف ده بياخد له كام مثلا؟ بالدولار. حلو. 15 مثلا هو والراجل اللي معاه. 15,000 دولار؟ طبعا. طب وده رقم؟ لا، رقم بالنسبه دلوقتي ان انت بتجيب. الراجل الموسيماني بياخد 100,000.
ماشي 100,000 طيب. هنتكلم ماشي، انا بتكلم في الافرج اللي موجود تمام. اهلي والاسماعيلي احنا بنتكلم، لو الاهلي بيتعاقد مع نفس الراجل هياخد 100,000 طبعا، او قيمه النادي كارترون كان بياخد مع الاهلي 90,000 صح تمام. طيب تيجي تمسك بعد كده الانديه المصري بقى، المقصه ام بي لا بياخدوا ارقام، يعني تتوقع مثلا في ام بي اقل مدير فني ياخد كام؟ 300,000 تمام. المقصه نفس القصه. طب ده رقم، لا رقم كبير بالنسبه لرقم كابتن، احنا كابتن من 10 سنين اللعيب النهارده بياخد 6-7 مليون. طب ماشي، ما انا هسالك، من 10 سنين المدرب كان بياخد كام؟ بياخد 50 و40 و30، وكان رقم كبير جدا اللي بيوصل ل 100,000. لكن دلوقتي الارقام في الدوري المصري في المدربين ارقام بقت خزعبليه في المدربين. وبعدين الفرقه او المدير الفني كابتن مش بيعمل الفرق اللي حضرتك بتتكلم عليه، يعني مدير فني مش مثلا بياخد بطوله، لا ده بيخلي مثلا فريق موجود في مكان معين، او بينقذ فريق ان هو ما يهبطش ويبقى موجود في الدوري الممتاز. فانا بالنسبه لي يعني حاجه عاديه، يعني انا راجل مذيع لو ما جبتش خبر ممكن يكون غيري ما جابوش يبقى ما طلعش. ما عملتش حاجه. اه دي وجهه نظري يعني. اه ما عملتش حاجه. اه حلو، بس برضو الارقام بتاعت الجهاز، مش هتكلم عن المدير الفني بعيد لان ممكن فعلا المدير الفني يكون بياخد الارقام اللي بعد كده طبعا بعيد. المدرب العام بياخد كام؟ يعني 50 اه 50,000 50. طب انت النهارده اصطفى عندك كامل هو اللي بيدير لك المنظومه تمام. هو مش احد اسباب، ده اهم اسباب النجاح في المنظومه بتاعتك. بتتكلم في ارقام ضعيفه جدا مقارنه باللعيبه اللي موجوده في النادي النهارده. معلش العقود بتاعت اللعيبه في الانديه المعقوله اللي انت بتتكلم فيها بتتكلم في 4 مليون 5 مليون يعني، مش هنتكلم على الاهلي والزمالك. صحيح عندك حق، في الافرج ده عندك حق. ما تقوليش بقى المدير الفني بياخد له 100,000 جنيه ولا 150 ولا 200,000 جنيه ولا حتى 300,000 جنيه تمام. اقل من اللعيبه عنده في الملعب بس في السنه يعني 3 مليون بيعملوا الرقم. ما ماشي ايوه اقل من اللعيب. بص يا كابتن، احنا في مصر البلد الوحيده اللي في العالم اللي العقود اللعيبه اعلى بكتير من المدربين في العالم. بتلاقي المدربين ارقامهم بعيده يعني. ما تقارنش ميسي وكريستيانو دول في حته مختلفه. انت عارف جوارديولا بياخد كام في السنه؟ رقم كبير طبعا. قول كده تقريبا كده. اعتقد جوارديولا بياخد حاجه 22 تقريبا او 23 22 مليون. انت بتتكلم استنى بقى، انت بتتكلم لا اسمه بتاع اتلتيكو مدريد اسمه ايه؟ سيميوني. اه 8 او 7 في الموسم. 7؟ اه 700 ده اللي انا عارفه. ياخد 31 مليون. لا 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 بشوفها على اللي انت عايزه. خش على الانترنت وشوف دي لعبتك الكره العالميه. لعبتك ايه بس؟ خش وشوف. اغلى مدرب في العالم جوارديولا، والله ما فيش حد اعلى منه. انت عارف مين اللي بعديه؟ اسمع بس، يورجن كلوب اللي بعديه. اسمع بس، ديو سيميوني اعلى راتب في العالم في الوقت الحالي. انا بقول لك حلو الموضوع ده. الكلام لا اشوف لك. انا هعمل سيرش اهو، هعمل سيرش اهو. هعمل سيرش اللي انت هتخليهم يعملوا سيرش. انا هعمل سيرش بس قول لي بس، قول لي بس عشان نروح للموضوع ده. أوه. مصطفى محمد في تركيا في جلاتا سراي، هل في الاول اختيار صحيح ولا لا؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، الى اي مدى هينجح؟ ثلاثة، هيلعب ولا هيجد صعوبه في الاول عشان يحجز مكانه كلاعب اساسي؟ برد على ايمن عبد العزيز الاول بقى في الحته دي. ايمن بيقول لك انا بقول كلام عكس بعضه. انا ما اصلا ما جبتش سيره مصطفى خالص في اي حاجه. اخواتنا وحبايبنا ايمن وجماعه اصحابنا الزملكاويه اول ما بتيجي سيره مصطفى بيحصل لهم وانا قاعد قدامهم على الشاشه جاي بيحصل حاجه. بيحصل اي حاجه بقى لازم تتقال على بلال. يا بيقول غلط يا بيتكلم في اي كلام. لا هو بيحب كابتن ايمن. ايمن حبيبي حبيبي يا ابني انا بنكشك بس جدا جدا. طيب قول لي بقى كابتن، اول حاجه اختيار مصطفى جلاتا سراي الدوري التركي، تاني حاجه ما تنساش هيلعب، تالت حاجه يعني هيجد صعوبه ان هو يحجز مكانه كاساسي ولا لا؟ في جلاتا سراي اه معاه راديميل فالكاو الكونات في جلاتا سراي. اه وراين باب اللاعب الهولندي لاعب ليفربول السابق موجود معاه بالهند معاه سفيان فيدوري بس الاول معاه لعيبه. هيدفع كاش جلاتا سراي؟ اه هيدفع. بص العقد كاش؟ العقد. انا بسال سؤال، معاه فلوس هيدفع كاش؟ 2 مليون دولار هيدفعوا اعاره سنه ونص. اه كاش دلوقتي واوبشن تو باي. ايوه 4 مليون دولار. ماشي الاربعه 2 مليون كاش. حلو، لو هيدفع كاش يبقى حلو. 2 مليون دولار والباقي مع اوبشن تو باي، لو هم اقتنعوا بمصطفى محمد في نهايه المده او قبل نهايه المده بست شهور يدفعوا للزمالك مبلغ 4 مليون دولار. حلو. ولو ما اقتنعوش خلاص اللاعب يرجع مره ثانيه في نادي الزمالك، ما عندوش اي مشكله خالص. بص انا كان رايي كان يحترف في سانت اتيان. رايي الشخصي يعني. تجربه جلاله سراي فريق كبير في طبعا. في تركيا. انا قلت لك شفت انا قلت لك طبعا. بس الزمالك رفض عشان التجاوزات اللي حصلت وده امر طبيعي يا كابتن. هو حق نادي الزمالك وحق ادارته ودي حاجه محترمه على فكره من اداره نادي الزمالك ان هي تحافظ على كيان وهيبه نادي الزمالك تمام. صح. هو اللعيب عايز خلاص يحترف، عايز يمشي، عايز ياخد تجربه الاحتراف، حقه. هو شايف ان جاله عرض او جاله عرضين، واحد من جلاله سراي واحد سانت اتيان. سانت اتيان اترفض من قبل نادي الزمالك. جلاله سراي هو اللاعب عايز يروح يلعب تمام. الدوري التركي صعب يعني. مش هتكلم على المهارات، هتكلم على القوه والجري
فاهم قصدي؟ في قوه شديده جدا، في جري، في تنافس غير طبيعي. تتكلم بقى فرقه يا عمر بتنافس على بطوله، مش طلع في طلع في دوري ابطال اوروبا، بتنافس على بطوله الدوري. جاله السراي فنار باتشا ويجي من بعدها بشكتاش، تمام، دول اقوى ثلاث فرق موجودين هناك، وبعدين ترابزون سبورت دول اقوى اربع فرق موجودين هناك. تمام، جاله السراي فرقه كبيره جدا، تمام. فنار باتشا الفريق رقم واحد بالنسبه لهم هناك في الدوري التركي، ويجي بعديه جاله السراي، لكن الدوري صعب، الكوره هناك صعبه، خد بالك. 2 مليون دولار بالنسبه لجاله السراي رقم قليل، قليل جدا. انت كسبت الرهان، ديجو سيميوني 40 مليون، شوف. انطوني كونتي 30، شفت بيب جوارديولا 27. انا عندي الشجاعه، انا عندي الشجاعه ما يكون عندك شجاعه، انا ممكن اخلص الهوا واتوه الموضوع. أعلى رقم يورجن كلوب 24، أيوة، وجوزيه مورينيو 23. الحمد لله. 40 مليون يا جاحد، 40 مليون يا جاحد، 40 مليون كسبت الرهان. طب ازاي انت يعني؟ انا مش مصدق الرقم. شفت بقى، ده جوارديولا الثالث. طب انت لو بتاخد 40 مليون في السنه هتعمل ايه؟ أعلى واحد. طب قول لي بس، المدربين، طب لو تاخد 40 مليون في السنه هتعمل بيهم ايه؟ اهو زي ما سيميوني بيعمل كده. طب لا انا بسالك، هياخد دوري السنه دي، تمام، وهيوصلهم فاينل اوروبا. طب انت يعني 40 مليون تعمل بيهم ايه؟ اول حاجه نفسك تعملها ايه في ال 40 مليون؟ تعمل ايه؟ طب 40 مليون دول يعني داخل في مليار. 40 مليون داخل في مليار. مليار. هتعمل ايه بيه؟ اول حاجه نفسك تعملها ايه؟ اشتري عزبه. واديها عشان تبقى صاحب العزبه. طيب نرجع لمصطفى محمد مره ثانيه. المهم ان اشتري نادي، اشتري نادي في مصر وتعمل عزبه واجيب مصطفى محمد يلعب معايا بالامر. ها اجيب بالامر، هديله بقى، اديله اعلى واحد، هديله فلوس. طيب قول لي مصطفى محمد، يعني شايف ان هو حضرتك، احنا اتكلمنا قلنا ان سانت تيان خلاص الامور. بص جلت، بص جلت 2 مليون دولار بالنسبه لجلت اسرائيل وفنار باتش رقم قليل جدا. دول بيشتروا وبيدفعوا فلوس رهيبه للعيب، يعني هتلاقي مثلا فالكاو واخد له مثلا 6 7 مليون دولار او 8 مليون دولار. رقم كبير. بابل، راين دابل، هتلاقي واخد رقم بالهندا كبير. ما انا بقول لك سفيان في فيولي 2 مليون دولار رقم مش كبير، تمام. لكن قناعات المدير الفني ممكن يلعب، ممكن اكيد هياخد فرصه واكيد هيلعب، بس هل هيلعب؟ لما هيلعب هيجيد؟ دي بقى امكانياته وقدراته، امكانياته وقدرات مصطفى محمد. هل هيجيد في تركيا هناك؟ هل هيلحق يتاقلم من هنا لاخر لاخر السيزون؟ لحد ما هو ممكن بقى يلعب، احنا في يناير، لحد يناير اللي جاي ممكن تلاقيه ما تاقلمش، تلاقيه ما لعبش. طيب انت عارف ان في نهايه يناير اللي جاي، ان في نهايه سنه 2021 الزمالك حاطط لنادي جلاتا سراي بنهايه يوم 31 يناير او 31 ديسمبر عفوا 2021، جلاتا سراي لازم يبلغ الزمالك، نادي الزمالك، بموضوع اوبشن تو باي، هتشتريه ولا مش هتشتريه؟ تمام. فاحنا بنتكلم على نهايه الدور الثاني وبدايه الدور الاولاني من الموسم الجديد، فمصطفى محمد لازم يتاقلم ولازم يتالق سريعا لو حابب ان هو يكمل في الدوري التركي. لا، لو حابب يكمل في اوروبا بشكل عام. مش في الدوري التركي. طب فرص مصطفى محمد في اللعب على فالكاو او يلعب جنب فالكاو، هل حضرتك شايفها ان هي مصطفى اول ما يسافر ويوصل للناس هتدخله بسرعه مع الفريق ان هو هيلعب ان هو يشارك، ولا هياخد وقته؟ لا هياخد وقت اكيد. هياخد وقت، هيلعب شويه، هينزل احتياطي، هيلعب ربع ساعه، هيلعب نص ساعه، يلعب شوط بعد كده، ممكن بعد كده في لو في فرصه ان هو يبتدي ممكن يعني، لكن في البدايه اعتقد مفيش، مش هي يعني، ما اعتقدش ان هو هيبتدي يعني هيوصل بعد بكره هيلعب ماتش بعد بكره، لا ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش، الله اعلم يعني. تمام. وانت بتتكلم في اتنين بقى بابل وفالكاو، يعني بتتكلم في اتنين يعني تقال جدا جدا، ممكن يكون هو دلوقتي امكانياته تؤهله انه يلعب، ممكن، تمام، ممكن، تمام. لكن هل مصطفى محمد هيقدر يلعب ويتأقلم؟ دي حاجه ترجع له هو بقى، عشان ترجع له وترجع لامكانياته وفكره ومدى تأقلمه، تمام. السؤال الفاصل للسوشيال ميديا، اتفضل. مصطفى محمد يقدر يلعب على فالكاو ولا لا؟ ده فين؟ سؤال، ده سؤال فكر فيه كويس. هناك 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 في جلطة تركيا. السؤال ده فاصل في تاريخك وفي حياتك. تاريخ ليه؟ يلعب على فالكاو صعب، صعب، ما لعبش عليه خالص، صعب، فارق السن، القدرات، الامكانيات. يا عم ده دروجبا كان عنده 80 سنه وبيلعب اساسي في جلطة سراي، 80 سنه، تمام. بكلمك جد والله. ايوه يعني مصطفى مش هيعرف يلعب على فالكاو. هقول لك على حاجه مهمه جدا كمان. اللعيبه اللي بتاخد فلوس زي فالكاو كده ارقام خزعبليه بيلعبوهم غصب عنهم، المدرب يخاف يقعدوا اصلا. انا بكلمك بامانه وبجد، المدرب اقول لك على حاجه، انا كنت موجود هناك في تركيا لما كان انيلكا موجود. عارف انيلكا ده كان بيجري سبرنتين في الماتش، وكان بياخد كام؟ 17 مليون يورو في السنه. انت بتتكلم، سمعت الرقم؟
انت عارف الفرق؟ سمعت الرقم اللي انا قلته؟ 17 مليون يورو في السنه، وكان بيجري سبرنتين في الماتش، فكان بيلعبه غصب عنه. لو ما لعبوش رئيس النادي هينزل له من فوق يمشيه. طيب دلوقتي فارق 10 سنين ما بين فالكاو وبين مصطفى محمد، ده 34 وده 24 سنه. هل حضرتك شايف ان فارق السن مش ممكن يدي افضليه لمصطفى في بعض الاوقات ولا فالكاو؟ هتعتمد على لما ينزل هيعمل ايه؟ هيشتغل، هينجح، هيسجل، هيأدي، هيلعب. تمام؟ انا بقول لك يعني من الاخر، يعني هيشتغل، هينجح، هيقاتل، هيسجل اهداف، هيلعب. بص فالكاو وبعدين مش هتجيب جون وتقعد اربع ماتشات وما تجيبش جوان زي هنا في مصر، وبعدين تجيب لك خمس تجوان في السنه يعني هتطلع انت يعني السوبر ستار. لو ما جابش يعني لو ما جابش جوان كل ماتش، لو ما فيش جوان مش هتلعب. طيب فالكاو بياخد في الاسبوع 105,000 يورو في الاسبوع، يعني حوالي في الشهر 400,000 يورو في الشهر كام؟ يعني حوالي 5 مليون في السنه تقريبا. زي ما حضرتك قلت. طيب. هو اعلى واحد، بعديه بيبقى سفيان يعني في... بيتكلم في حوالي 6 مليون دولار تقريبا. سفيان في جولي 80,000 في الاسبوع. هتلاقي بابل بياخد له 3 ولا حاجه ولا 2.5. يعني لا بابل مش موجود في التوب 6. يعني عندك فالكاو، في جولي، فرناندو موسليرا، يوسف يونس بالهندا، ريان دونك، امري. عندك بعد كده يعني لعيبه مش معروفين للناس قوي، بس دول ابرز اللعيبه اللي احنا بنسمع عنهم. ممكن يبقى بدل بابل بقى، لو بابل يعني لا بابل بيلعب اساسي، بابل طياره ناحيه اليمين، ما ينفعش بيلعب بفيرود او بيلعب هم بيلعبوا 4-4 برضه 2-3 ساعات بيلعبوا صح. ساعات بيلعبوا براس حربه وثلاثة تحتيه او اثنين راس حربه واثنين طرفين. لو في فرصه انه يلعب اثنين في روضه ممكن يبقى مصطفى له مكانه يعني. بس خد بالك، بص طالما النادي بيشتري لعيب يبقى المدير الفني الى حد كبير مقتنع بامكانياته وقدراته. الى حد كبير. انا برضه هقول لك اهو عشان بس الناس ما تفهمش غلط، 2 مليون دولار بالنسبه لجلطة سراي مش رقم. انت اديك شفت بدي كام؟ 6 مليون دولار للعيب بديه في السالري بتاعه سيزن. تمام، في السنه 6 مليون يعني عشان يشتري مصطفى شراء نهائي ويدفع 4 مليون دولار ده بالنسبه له مش جايب ثمن لعيب عنده بيلعب في السنه. طب ايه النصيحه اللي تنصحها لمصطفى محمد بما ان حضرتك لعبت في تركيا؟ شوف هقول لك على حاجه، وراجل لعبت راس حربه. تركيز جامد جدا. الدوري السهل وصعب، يعني سهل لو انت واخده بجديه جامده جدا. تمام، لو مركز، لو قدرت تتاقلم على الاجواء هناك، لو قدرت تتحمل ضغوطات الجمهور، لان خد بالك جمهور جلطة سراي صعب جدا برضه. صعب قوي في الشارع، مش بتكلم طبعا مفيش دلوقتي مفيش جمهور في الملعب، صعب جدا. لو قدر يتاقلم مع الجمهور ومع الضغط، تمام، ومع صعوبه المباراه والقوه والسرعه، لان خد بالك مصطفى قوي، الدوري هناك قوي جدا، انت محتاج بقى تشغل دماغك شويه. هنا انت بتلعب مع سيرباكات كلها ب 160 سم و 170 سم، تمام؟ وواحد عنده ملاريا والتاني عنده ما اعرفش. هنا الدوري المصري كده يعني. تمام؟ انا بتكلم جد، انت السيرباكات في مصر كلهم كده واقفين على الخط ما بيطلعوش، ما فيش الكلام ده هناك. هناك في قوه جسمانيه، في سرعه، في لياقه بدنيه عاليه. انا بدي له نصيحه، مش بتكلم في حاجه ثانيه. مش بتهمده يعني. مش بهمده، بدي له نصيحه. الدوري هناك قوي جدا، في سرعه، في قوه، تمام؟ في تاكتكس، لعيبه بتشتغل. ممكن ما يكونش في مهارات عاليه هناك، ممكن ما يكونش في مهارات عاليه. تمام، فانت النهارده لازم تشتغل وتفكر وتركز، ويبقى عندك ذكاء اكتر من القوه والسرعه. ذكاء، لان انت القوه والسرعه اللي موجوده عندك هيقابلهم قوه وسرعه اكبر منك. هناك الاطوال ما شاء الله كبيره جدا، بتتكلم في بقى اوفر 100 حاجه و80 سم 85 سم. طيب لو مصطفى محمد قعد كده فكر مع نفسه وقال ده محمود حسن تريزيجيه حصل على افضل لاعب في الدوري التركي عده شهور، وفي نفس الوقت في نهايه السيزون حصل على مركز الوصيف انه يبقى ثاني احسن لاعب في الدوري التركي، ومنتقل بعديها من دوري التركية للدوري الانجليزي، هل ممكن تجربه تريزيجيه بالنسبه لمصطفى محمد تبقى تجربه شبيهه؟ بس ولا احنا بنتكلم على فارق؟ تريزيجيه جاي من الدوري البلجيكي. اندرلخت. من اقول لك دوري بلجيكي اندرلخت. تمام، يعني من فرقه، قصدي فرقه بتلعب في اوروبا. راح من اندرلخت لمسكران، ومسكران راح لنادي قاسم باشا. ما ينفعش يقارن نفسه بتريزيجيه وان هو نجح وحقق نجاحاته وبعديها انتقل للدوري الانجليزي. لا خالص، ما فيش لعيب يقارن نفسه بلعيب تاني. لا 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 لا، البوزيشن بتاعه نفس البوزيشن. تمام، لا هو ده بيلعب راس حربه والتاني بيلعب يعني ليفت وينج تقريبا. تريزيجيه كان بيلعب في كاظم باشا اعتقد ليفت قاسم وينج. قاسم باشا. امكانيات مختلفه، تريزيجيه امكانياته مختلفه عن مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب لعيب محطه، ما انت راجل بيلعب رقم 9، الموضوع مختلف، السرعات مختلفه، المهارات الفرديه مختلفه ما بين الاثنين. يعني لا، في فروقات يعني. ده لعيب بامكانيات
وقدراته مكان وده لاعب بامكانياته وقدراته مكان تاني خالص. طيب فما ينفعش نقارن ده. طب هل المدير الفني لنادي جالاتا سراي هيسمح ان احنا دلوقتي بنتكلم في بشكتاش هو متصدر البطوله ب 44 نقطه بعديه جالاتا سراي 42 نقطه بعديهم فنربخشة ب 42 نقطه ان هو ممكن يجازف ان هو يجرب ان هو يلاعب مصطفى، ولا ممكن المدرب بما انه ممكن في بعض الاوقات يبقى مزنوق يكون عنده مثلا قصور في الناحيه التهديفيه فيدفع بمصطفى محمد علشان يبقى موجود؟ لا هيبتدي واحده واحده برضو. انا لسه الجدول صعب يا كابتن بلال، واحنا شفنا دلوقتي الدنيا كلها زنقه كله ورا بعضه، فنربخشة او بدايه من بشكتاش مرورا بجلطة السراي وختاما بفنربخشة، الموضوع قريب. فنربخشة بيتساوى مع جلطة السراي في النقاط وبشكتاش فارق بنقطتين، نقطتين مش كتير يعني. بص قريب جدا، عشان كده بقول النهارده هو دخوله في المباريات واحده ورا الثانيه، لازم في كل مره يدخل يلعب، في كل مره ياخد وقت يلعب، في كل مره يشترك في المباريات، لازم ان هو يثبت ذاته، لازم ان هو يثبت جدار. الناس دي ما عندهاش مشكله في الفلوس يا عمر، ما عندهاش ازمه في الفلوس. يعني ما عندوش ازمه يشترك ب 2 مليون يروح يحطك احتياطي ما تلعبش خالص، ما عندوش مشكله في الحته دي. المهم انك المهم لما تلعب تأدي. تمام. المدير الفني لو شافك بتأدي اعتقد ما فيش مدير فني في العالم مش عايز يكسب. صحيح، ما فيش مدير فني في العالم هيبقى عنده لعيب بيكسبه ومش هيلعبه. لو مصطفى اخذ فرصه واشتغل على نفسه واشتغل بذكاء، برضه هكرر الحته دي تاني، لو هتشتغل على القوه والسرعه هناك اقوى واسرع. لازم يبقى عندك تشتغل بالمهارات بمهاراتك وبفكرك، تشغل دماغك، الذكاء بتاعك، فاهم قصدي؟ عشان يبقى ليك مكانه هناك. الموضوع هيبقى صعب في البدايه، لكن ممكن مع الاستمراريه مع تشغيل الدماغ يبقى الموضوع سهل بالنسبه. طيب شفت مباراه الاهلي وبيراميدز الاخيره ولا لا؟ طبعا. طيب رايك ايه في المباراه بشكل عام فنيا؟ بص انا ما بيعجبنيش حقيقه، يعني ما عجبنيش موسيماني في ادارته للماتش. بتلعب فرقه مستسلمه، تمام، بتلعب فرقه هي مش عايزه مش قادره تكسب. كان لها فرص. بص انهي فرص؟ يعني فرص شوطه في الدقيقه 89. طب وكره رمضان اللي راح بيها ولعبها لورا اللي هي راح الهجمه المرتده؟ اللي راح بيها على ثلاثه كان احمد رمضان الهجمه المرتده. مش كده؟ اعتقد صح. هجمه مرتده. هجمه مرتده. الاهلي له كام فرصه؟ طيب الاهلي ليه ركله جزاء؟ طبعا صحيح 100%. اوكي 100%. يعني الاهلي له ركله جزاء صحيح، والهدف يعني لو احنا في اوروبا هيبقى هدف. يعني لو انت بتتكلم في اوروبا بقى والتحكيم بتاع الدوري الانجليزي والكلام ده كله، اعتقد هيبقى هدف. في يعني تلامس خفيف، ولكن كل الناس اجمعت ان ده هدف صحيح. الاهلي افضل في المباراه. عايز اقول لك على حاجه، برغم ان اداره موسيماني المباراه كانت اداره خاطئه من البدايه، تمام، التغييرات اللي بيعملها كل مباراه عشان يكتشف فريق جديد بالنسبه له، تمام، دي حاجه مش صح. انك برضو مصمم انك تبتدي بحسين الشحات، برضو انا لسه بقول حسين مفترض يريح شويه، شيل الضغط من عليه، لعيب مضغوط، تمام. حصلت مع مروان محسن؟ هل انت شايف حضرتك بعد عدم الاعتماد على مروان محسن لما بتشوفه بينزل؟ حصلت مع وليد ازارو مش مع مروان. يعني مروان محسن الفتره الاخيره دي لما نزل في اخر لقاء او اخر لقاءين ليه يا كابتن بلال هشام، مش شايف ان الموضوع بقى اريح سهل بالنسبه له؟ يعني بقى متحرر، ما حدش بيجيب سيرته، ما حدش بيجيب اسمه، خلاص كل مركز مع بواليا، مفيش عليا عيب. النهارده كل الناس على مين؟ على بواليا، هو اللي عليه الضغط، هو مش عارف يخرج نفسه من على الضغط، يبقى دي مشكله اللعيب نفسه. انت النهارده بتجيب لعيب بتدفع فيه فلوس بتديله رقم، مش عشان انت تعالجه نفسيا. احنا مش هنقعد نعالج في بواليا ونعالج في مروان محسن ونعالج في محمد شريف ونعالج في صلاح، احنا هنجيب لعيبه نعالج فيها ولا لعيبه نجيب لعيبه اللعيبه مش هنعالج فيها. طب رفض مروان محسن للاسماعيلي شايف انها خطوه صح ولا غلط؟ يعني الاسماعيلي كان بيسعى ان هو يتعاقد مع رامي ربيعه ومع مروان محسن. انا ما اعرفش مروان محسن اضرب بالاسماعيلي، مش قصدي انا بسال حضرتك، بتكلم كلاعب ولا كاسماعيلي اسماعيلي؟ لا انا بتكلم في فرص موجوده دلوقتي. شوف هقول لك على حاجه، في فرق بين ان انا بنتقل لنادي بعينه او ان انا بنتقل عشان العب. هو ممكن يكون شايف ان الاسماعيلي عندهم ازمه، ممكن من وجهه نظره الشخصيه ان مش هيفيدوه الفتره اللي جايه، وبقاؤه في الاهلي هو الافضل بالنسبه لي، ممكن من وجهه نظره. لكن انا لو انا مش هلعب هنتقل، لو مش هلعب همشي اخد فرصه في حته ثانيه في مكانه ثانيه. طب لو كان راح قعد 6 شهور ممكن كانت تفرق معاه؟ مروان محسن هو الخيار رقم 3 بالنسبه لموسيماني في الوقت الحالي، عنده محمد شريف وعنده باليا الخيار الاول والثاني، ايهما ممكن؟ عنده مروان محسن الخيار الثالث بالنسبه لي. وانت بتلعب بفرد واحد وفي اوقات لما بتتزنق يعني ها ممكن تلعب بالفرد الثاني والفرد الثالث، ممكن يعني، تمام، في بعض الاوقات لكن مش كل الاوقات. يعني القرار صح ولا غلط؟ لا انا اعتقد ان رحيل مروان محسن كان هيفرق معاه، يعني كان لازم يتحرر بالتجربه هيرجع طبعا اعاره
مش لازم بيع وشراء يعني. اما عرس ست شهور هو رفض، هو ورامي ربيعه ومحمد محمود رفضوا الانتقال الى نادي الاسماعيلي. ممكن عشان الاسماعيلي ممكن، ما اعرفش بقى موضوع مادي، موضوع هل امكانيات تمام، انا ما اعرفش ايه كواليس رفضهم للموضوع، لكن انا كلعيب عايز العب بدور على فرصه للعب. ناصر ماهر عندنا نموذج بالنسبه لي، راح اعاره ولعب واجاد، وراح اعاره تاني ولعب واجاد، ورجع النادي الاهلي مره تانية، وكان هيبقى موجود اساسي بشكل اساسي. فانا مع استمرار اللعيب داخل الملعب. انت كلعيب لازم تكون موجود في الملعب. لو انا شايف كلعيب ما عنديش فرصه مع المدير الفني لازم امشي. يعني انا محمد محمود، مروان محسن، رامي ربيعه، لازم امشي، لازم امشي العب. انا ما بقولوش يسيب الاهلي ويمشي، انا بقول له يمشي فتره اعاره يلعب فيها تمام، عشان يرجع يكتسب الثقه مره تانية. انت النهارده وجودك في النادي الاهلي كعدمه هتاخد رقم كبير، يعني بتاخد رقم في النادي الاهلي تمام، لكن الرقم ده برضو في جزء منه مربوط باللعب، مرتبط باللعب. في جزء من الفلوس مرتبط باللعب، وطول ما انت بره، طول ما انت مش مرغوب فيك في اي في الانديه الكبيره. يعني مش هتفضل، يعني تفضل لو مروان محسن قعد سنه جايه ما بيلعبش كمان هيعمل ايه بعد كده؟ بدل ما الاسماعيلي بيفكر فيه مثلا وسموحه، ولا هتلاقي انديه اقل شويه ممكن ما يرضاش ويستنى فرصه تانية. لكن انا من وجهه نظري الشخصيه اللعيب لو هو بيفكر فعلا في قدراته وامكانياته وشخصيته لازم يكون موجود في الملعب مع ايا كان الفرقه. يعني الاسماعيلي نادي كويس طبعا، نادي محترم وعنده لعيبه كويسه طبعا. هو المفترض بس ان الاسماعيلي محتاج اداره جيده، اداره تديره بشكل جيد، اداره كوره، مش بتكلم عن مجلس اداره تمام. المفروض ان هنا مجالس الاداره بتفوض، يعني يا مدير رياضي يا لجنه كوره، ده المتعارف عليه داخل مصر يعني، فاهم قصدي؟ ده المتعارف عليه داخل مصر، المفروض ان هم بيفوضوا مدير رياضي او لجنه كوره، هم تدير شؤون الكوره في النادي. انما هنا مجالس الاداره بيختاروا، يعني يقعد يختار في اللعيبه ويختار في المدرب ويختار في الاداري ويختار في المدلك ويختار في الكلام ده، مش صح يعني. طيب عايز ارجع معاك لبيراميدز. حضرتك قلت لي بيراميدز مستسلم وان الاهلي ضاع من ايده فوز. بص يعني رمضان صبحي عبد الله السعيد كان في لعيبه كتيره موجوده في الملعب. عايز اعرف رايك في ادائهم، رايك في اداء رمضان، رايك في اداء عبد الله. رمضان اداء قليل جدا جدا تمام. عبد الله السعيد بحكم السن عنده مشاكل، يعني عبد الله مش كبير، عبد الله 34 سنه اعتقد تقريبا، 35 سنه. استهلك تمام. في بعض يعني عبد الله لعيبه عنده قدرات عاليه جدا على فكره، وعنده امكانيات عاليه، لكن الامكانيات العاليه والقدرات العاليه محتاج مجهود كبير عشان تخرج تمام. يعني ايه رايك في اداء شريف اكرامي في المباراه؟ كان كويس هايله. شريف الماتش ده مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي، انا وجهه نظري مان اوف رجل المباراه بالنسبه لي يعني. اداؤه ده معناه ايه؟ ان الاهلي كان افضل بكتير جدا. لما يبقى حارس المرمى بتاعك هو ده رجل المباراه، يبقى انت النهارده كنت مضغوط، كان عليك ضغوطات، كنت انت الاقرب ان هو يسجل فيك اهداف. بيراميدز لياقه بدنيه ضعيفه جدا، لعب جماعي قليل جدا، المهارات الفرديه اللي اصلا موجوده عند لعيبه بيراميدز ما كانتش موجوده، مش متاحه. النهارده كم مره رمضان صبحي واحد على واحد بيعدي؟ مره طول المباراه صح؟ مره طول المباراه. كم مره واحد على واحد عبد الله السعيد بيعدي؟ ولا مره. طب هل احنا بنتكلم كده في قصور فنيه ليها علاقه بالمدير الفني؟ ولسه حضرتك عند رايك ان اروى برينا مدرب ما عندوش فكره، قولا وحيدا ما عندوش فكره، ما عندوش فكره قول. بص انا مش بقول كلام والله، انا بكلمك بامانه والله، ما عندوش فكره. الكلمه دي بتضحكني. ليه بتضحك ليه؟ مش ما عندوش فكره دي بتضحك. طب انا هقول لك ليه ما عندوش فكره. انت شفت لعيبه بيراميدز عاملين ازاي؟ الاسماء بالنسبه لمصر اسماء كبيره جدا، وانا مدير فني مش عارف استغل الاسماء اللي موجوده عندي. يبقى انا ما عندي، يبقى انا مدرب ما عنديش فكره، يبقى انا قاعد اتفرج على الماتش تاني. هو قاعد في ماتش الاهلي كده، هقول لك على حاجه، الحاجه الوحيده اللي عملها صح في ماتش الاهلي التشكيله اللي لعب بيه. الحاجه الوحيده اللي عملها صح، ما اعتقدش ان هو اللي حط التشكيله، ما اعتقدش اكيد في يعني املي عليه، ما اعتقد والله اعلم يعني، انا مش عايز يعني افتي، لان هو طبعا التمام ماتشات التانيين بيلعب بتشكيل، انا بتفرج، انا بيحط التشكيل بتفرج بقول بس النهارده بيراميدز هيأدي مباراه سيئه للغايه. النهارده الماتش اللي فات حط تشكيل كويس واداء وحش. مفيش 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 مخ بيدير اللعيبه في الملعب. بس ايه موضوع اللياقه البدنيه؟ انا ماليش علاقه بممدوع عيد ولا هاني سعيد والقصه، انا بتكلم على اداره فنيه عشان برضه ايه، دول اصحابنا وزمايلنا، حدش يزعل مننا يعني. كونك ان انت اخترت مدير فني سيء، دي مش ازمتنا احنا، دي ازمتك انت كممدوع عيد او كهاني سعيد تمام. انت اخترت مدير فني سيء، دي ازمتك، مشكلتك انت، تتحمل هذه المسؤوليه تمام. ليه النهارده اللعيبه ما بتقدرش تكمل ال 90 دقيقه؟ لعيبه بيراميدز مباراه الاهلي من الدقيقه 70
عايزين الماتش يخلص تعادل. بيدافعوا نص ملعبهم، مفيش امكانيات وقدرات الهجمات المرتده السريعه. تمام، بتلاعب لعيبه، واحد تراوري عنده اسمه تراوري برضو صح؟ عنده 27 سنه ولا 26 سنه، وجون رمضان عنده 23 سنه، جون دعان 40 سنه، جون انطوي ده بس اكبر بس مني ب 10 سنين بس يا كابتن مهاجم. صل على النبي، مهاجم بس، بس مهاجم جامد خلاص خلصت. استنى بس، جون انطوي طبعا انا بسال حضرتك والله، جون يا بقولك عنده 40 سنه يعني ماشي، 40 سنه ده حاجه كويسه لحاجه لا بس مش بطاقه، مش في الباسبور. انا عارف. طب يعني هو راس حرب خلاص يعني استهلك هو كمان. طيب دلوقتي طب لو سالتك سؤال حضرتك راس حربه وقلت لك ان الراجل بتاع بيراميدز اروى بارينا غير مقتنع تماما بولا راس حربه من اللي موجودين عنده، وبيطالب الاداره بالتعاقد مع راس حربه، عنده جون انتوي، عنده وادي، عنده دودو جباز، دول ثلاث لعيبه بالنسبه له مش مقتنع بولا واحد منهم، فانت راي حضرتك معاه ولا ضد؟ يجيب هو واحد. ما هو كمدير فني بيطلب من الاداره ان هي توفر له، هم بيختاروا. يجيب واحد، طالما هو مش ما عندوش قناعات يجيب. طب ما هو هو وبعدين بيطالب. عايز اقول لك على حاجه، هم كانوا بيفاوضوا. اقول لك حسن لعب سموحه مروان. استنى بس اقول لك على حاجه، هقول لك حسين. ده انت عندك ممدوح عباس من افضل الايجنتس اللي موجودين في ممدوح في ممدوح عيد. ممدوح عيد اسف، ممدوح عباس ايه بس ماشي. ايمن عباس بيلعب معايا تنس هيزعل مني دلوقتي. طيب ممدوح عيد من افضل الايجنتس بس الموضوع ملوش علاقه بايجنت. ما انا هقول لك اهو، يعني مفترض ان هو عنده داتا كبيره جدا عن كل الفراوده الموجودين في العالم سواء اذا كان، وبعدين عندهم ارقام خزعبليه بيدفعوا. يعني يقدر اجيب براس حربه من اي مكان. الامر بسيط وسهل بالنسبه له. بس انا كمدير فني عندي كم اللعيبه دي كلها ومش قادر اطلع قماشه كويسه، هرجع اقول لك في الاخر ما عنديش فكره بجد. هو اصلا انت تبص تتفرج عليه كده تحس انه تايه، تقعد تتفرج عليه من بره كده وهو بيدير الماتش تحس ان هو مدير فني تايه، بيفكر في حاجات بعيد عن الماتش تماما، بيغير تغييرات بعيد عن الواقع. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها تمام في كل مباراه. طب ممكن اسالك سؤال تاني معلش؟ انا خد بالك انا مش رافض على فكره، انا مش رافض لفكره بيراميدز على فكره، ولا انا بتكلم. لا خالص بالعكس، انا بتكلم كفرد. طيب ممكن اسالك، انت لما تسالني عن المجموعه اللعيبه، لا بصراحه ممدوح عيد وهاني سعيد اشتروا لعيبه امكانيات، عندها امكانيات وقدرات. طب اسالك سؤال، حضرتك قلت يمكن اللعيبه ما كانتش في مستوى، لكن خليني اسالك سؤال بشكل تاني. انت راجل كمدير فني بتيجي فرقه المفروض ان انت فنيا تكون مسؤول عنها. ماذا لو حضرتك دلوقتي اللعيبه اللي موجوده عندك بتاخد اولموست 100% من مستحقاتها، فما عندهاش دافع، فما عندهاش حاجه تخليها تموت نفسها عشانها. يعني مثلا حضرتك لو بتاخد 50% من عقدك لما بتيجي تتعاقد، وال 50% الباقي على نسب المشاركات وعلى الشهور اللي هي ايه على السنه كلها. طيب انت دلوقتي لو عملت حاجه غلط هيتخصم منك، ما لعبتش هيتخصم منك، لكن انت دلوقتي بتيجي عند لاعب او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او 10 بيكونوا واخدين اولموست 100% او 75% من الفلوس اللي المفروض ياخدوها خلال السيزون. هل ده مش بيخلي ان احنا نظلم المدير الفني ان هو جاي على فريق الامور الماليه عندهم يعني واخدينها على دايره ماليه من الاول قبل ما الموسم يبدا؟ طب انت في اوروبا اللعيبه كلها بتاخد كل مستحقاتها. يعني انا دلوقتي حضرتك بالراحه بس بالراحه افهمك هفهمك. يعني مثلا ميسي دلوقتي مع برشلونه لما يجي يمضي عقده بياخد ال 40 مليون كلهم كاش من اول ما يمضي؟ لا طبعا. حلو، في بيراميدز انا بسالك، في بيراميدز بياخد مرتبات، بيراميدز بياخد اللعيبه اولموست بتاخد لما تيجي تمضي ال 100% يا راجل، تاخد 75 بس تاخد 100% بجد؟ اه والله. طب انا عايز امضي في بيراميدز. ما بهزرش والله، يعني رمضان صبحي واخد فلوسه كلها كاش قبل الموسم ما يبدا. لا يا راجل مش اه والله العظيم انا بتكلم جد؟ اه والله واخد. في ناس بتاخد بشهور، مش عايزين نقول رقم بس ما تخضش، بس في ناس لا في ناس بتاخد يعني بتاخد اكتر من 50%. لا بص يا عمر، اكيد لا اكيد اكيد بياخد جزء وجزء سالري زي بقيه العالم. كابتن احمد انا عارف انا بقول لحضرتك ايه، مع لا اصل ده مش طبيعي. ما هو مش طبيعي عشان كده وانا ادي لعيب، انت فاكر لعيب ما جاش. طب ما ده اللي انا بتكلم فيه، في لعيبه بتاخد اكتر من 50% او تاخد 50%، عقده مثلا يبقى 20 مليون مثلا، يعني بدي لك مثال ياخد 10 مليون لما يجي يمضي تمام، والباقي مثلا ممكن ياخد 25%. هقول لك على حاجه بس، هقول لك واقع بس حصل معايا شخصيا. انا لما مشيت من الاهلي وكلمني باشمهندس فرج عابد حلو، ف بس الكلام ده اول مره اقوله يعني، عايز لك مشيت من الاهلي باشمهندس فرج عابد طبعا سموحه جايه من الدرجه الثانيه، وبعدين لقيت كابتن محسن صالح هيمسك في فلوس ودنيا. لا سيبك من الفلوس بقى، ممكن بقى هاني سعيد ومش عارف مين وبشير التعب، قال لي هنعمل فرقه. وانا بيني وبينك قلت بقى انا جاي من الاهلي، ولقيت الزمالك بيكلمني والاسماعيلي والمصري، قلت له الزمالك بعد الاهلي فيه بطولات، مفيش بطولات بعد الاهلي يعني. خد بالك، فقلت اروح اريح دماغي شويه فين؟ مسموح في اسكندريه. ماشي. فالمهم ايه؟ انا ما اعرفش الباشمهندس فرج خالص، بس مين يعرفه؟ علاء ابراهيم.
مشكله كابتن علاء. فكلمت علاء ابراهيم قلت له يا علاء دلوقتي الباشمهندس فرج عامل بيكلمني تمام وعايز وعايز نروح العب عنده. قال طبعا في سموحه. قلت له قال لي هجيب فرقه. قلت له جه فرقه كويسه عنده كذا كذا وكابتن محسن صالح وبتاع مش عارف ايه. قال لي لازم تاخد فلوسك الاول. بجد والله؟ كلها كاش. المهم رحت قلت له مش مهندس فرج عامر وخدت الفلوس كلها مقدمه. حلو؟ بس هنا بقى حته الضمير بقى. انا كمان واخد فلوس واقعد في بيتنا. صحيح. انا خدتها خلاص بقى كلها. بس يعني السنه دي انا رحت منتخب مصر. رجعت تاني منتخب مصر ما كانش حاجه. تقريبا سجلت 7 اهداف مع سموحه والدوري اتلغى. خد بالك احنا ما كملناش حتى الدوري وبتاع. فاهم قصدي؟ فانا عايز اقول لك هي بتختلف من لعيب للتاني. فاهم قصدي؟ ممكن انا عايز فلوسي كلها مقدم. بس انا ما اعرفش مين فرج عام ما كنتش اعرفه يعني. هو راجل طبعا محترم وكل طبعًا حاجه وبتاع. بس انت انت بعيد عن بص بعيد عن النادي الاهلي. انت مش ضامن 5 جنيه في جيب اي حد. انا بكلمك بامانه. صحيح. فلوس في النادي الاهلي مضمونه. بره النادي ما تضمنش اي حاجه خالص. واحنا كنا بنسمع من اصحابنا ده احنا لينا فلوس من يعني انا كنا ساعتها سنه 2012 ولا 11 بسمع مثلا ناس صحابي من فرقه ثانيه يقول لك ده انا والله من 2009 ما خدتش فلوسي تمام. فانت رايح مش عايز بقى وجع دماغ. فاهم قصدي؟ لا يا عم هات فلوسي كلها. حلو؟ خدت فلوسي كلها قبل البتاع. بس كنت اول واحد موجود في التمرين ملتزم كل الحاجات اللي انت عايز تقولها. لكن ده لو حصل كان حصل معايا مشكله مع المدرب كنت اقول له انا ماشي. انا مش قاعد. انت حر. انا بكلمك على وجهه النظر. لا ممكن لو اللعيب واخد فلوسه كلها ممكن لما يحصل لما يبقى في مشكله في صدام اللعيب اللي كسبان مش النادي. لو انت بتتكلم ان هو لعيب واخد فلوسه كاش او 75% من فلوسه كاش لا اللاعب اللي كسبان النادي هو المتأزم. فطبيعي جدا لا ان الفلوس تكون بالشكل الطبيعي. جزء منها مقدم وجزء منها على شهور. ده الطبيعي يعني. لا بس في ناس في بيراميدز بياخدوا الفلوس كلها كاش. طب عشان كده مش قادرين يجروا. طيب ما انت عايز اول مره تعرف معلومه زي كده. اول مره اعرف معلومه زي كده بصراحه. ممدوح بيعمل كده يبقى غلطان. يبقى غلطان قولا بس قولا واحدا. طيب. غلطان. في لعيبه بتاخد كاش في لعيبه بتاخد 50% والباقي 25% او 50% بتاخدهم في شهر واحد. حلو. يعني في بنسبه كبيره لعيبه في بيراميدز. ما ينفعش الكلام ده شايلين قصه نسب المشاركات مثلا. سيبك من نسب المشاركات. مش مهم. انا بكلمك في السالري. انت كل شهر لازم يكون ليك في البعض وبعض. ده ما فيش حاجه اسمها البعض وبعض. بقول لك والله يعني انا النهارده واحد رمضان النهارده المدير الفني بص له بصه ما عجبتهوش يقول له ايه؟ انا قاعد في بيتنا. ما ده انا بتكلم. ما هو ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش كابتن. ما هو عشان كده في كره القدم ما ينفعش الكلام ده. ما عشان كده بيراميدز كام دلوقتي؟ السادس او السابع تقريبا. طيب برغم كل الامكانيات اللعيبه اللي موجوده دي لا في حاجات كتيره ناقصه. انا بقول لك لا قدرات بدنيه موجوده عند اللعيبه ولا لعب جماعي موجود عند اللعيبه يعني ولا قدرات ولا امكانيات فرديه موجوده عند اللعيبه. انت بتتفرج على فرقه عباره عن اشخاص تمام عندهم قدرات وامكانيات مش ظاهره في الملعب. لا جماعيا ولا حتى فرديا. انت تتفرج على مباراتهم مع النادي الاهلي. بلاش الاهلي. سموحه الماتش اللي قبليه سموحه هيكسب ولو هدف صحيح ما لم يحتسب. طب مش هكلمك بقى في الاهلي. الاهلي فريق كبير وعنده امكانيات وقدرات وبيهاجم وعنده لعيبه وعنده حاجات كتير جدا. طب انا بكلمك في مباراه سموحه وبيراميدز. المباراه اللي انتهت بتعادل. لا سموحه افضل طول المباراه. افضل وكان ممكن يكسبوا المباراه وكان ممكن يخرجوا كسبانين من المباراه. الامكانيات الفرديه عند لعيبه بيراميدز قليله جدا. اللياقه البدنيه ضعيفه جدا. اللعب الجماعي مش موجود. طب انت عندك ايه؟ ايه اللي موجود عندك؟ انا خد بالك انا مش بلوم الاداره نفسها. انا بلوم المدير الفني اللي لم يحسن استغلال اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لو هم عندهم مشاكل بقى بياخدوا فلوسهم كلها ومش عايزين يلعبوا ده موضوع تاني بقى. ده موضوع تاني نتكلم فيه كتير بقى. فاهمني؟ طيب كابتن بلال اخيرا قول لي الاهلي والدحيل. الماتش يوم الخميس اللي جاي حضرتك هتكون موجود معايا ان شاء الله. لكن شايف الاهلي والدحيل فرص الاهلي عامله ازاي؟ الفرص اعتقد متساويه. الاهلي بقاله زمان ما راحش كاس العالم للانديه. اللعيبه اعتقد عندها رغبه. الحماس اللي هياخدوه من الجمهور والدوافع اللي هياخدوها من انت النهارده شفت الاستقبال كان عامل ازاي النهارده في قطر. استقبال رائع جدا جدا من جمهور النادي الاهلي. يعني كابتن خطيب على رئيس البعثه اعتقد ان هو هيبقى فيه دوافع للعيبه دوافع كتيره جدا جدا ومهمه جدا جدا. ولكن لا ننسى ان احنا بنلعب في كاس العالم للانديه. الدحيل فرقه كبيره فرقه قويه فرقه منظمه فرقة عندها امكانيات وقدرات هجوميه
رائعه جدا. المباراه لن تكون سهله على الاطلاق. طيب انا عايز قبل ما اختم مع كابتن احمد بلال، انا اتكلمت عن الاسماعيلي واتكلمت يعني عن اللعيبه الاسماعيلي تعاقد معاها، ولكن خلينا نتكلم عن نادي الاسماعيلي. نادي كبير، ما ينفعش ابدا ان احنا ما ندعمش، ما ينفعش ان احنا ما نقفش، ما ينفعش ان احنا نكون في ورا نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. وقلت ان من غير الاسماعيلي ما اعتقدش ان الكره المصريه يكون ليها طعم. علشان كده ناخد على التليفون المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي الاستاذ وصديق العزيز علاء وحيد. افندم مرحب بحضرتك. يا كابتن عمر منور، وانا سعيد جدا بوجودي معاك، وبرحب طبعا بكابتن احمد بلال، يعني وبقول له انت يعني بتتكلم في حاجات جميله جدا، وبشكرك على كلامك اللي انت قلته منذ قليل. بس احب اوضح بس نقطه صغيره لما موضوع رفض بعض اللاعبين انه يجي من الاسماعيلي او يجوا للاسماعيلي. يعني اولا في اسماء حضرتك ذكرتها بالفعل الاسماعيلي كان عايزها في فتره اعاره، وفي اسماء الاسماعيلي ما طلبهاش نهائيا. يعني احنا لاحظنا الفتره اللي فاتت الاسماعيلي يعني اتقال باسمه اسماء كتير من بعض اللاعبين الاسماعيلي، بس انا مش عايز اطلع واقول كل شويه لا احنا طلبنا ده ومطلبنا، يعني اللعيبه بتزايد للبعض، بيزايد على ان هو مش عايز يروح الاسماعيلي، لكن لا الاسماعيلي كبير جدا طبعا، واحنا بنشكر اللاعبين اللي انضموا. خمس لاعبين اعلنا عنهم النهارده رسميا: مصطفى الزناري، حسين السيد، عبد الله جمعه، احمد العش، محمد حسن. بالفعل دول على سبيل الاعراب. بشكر جدا النادي الاهلي، بشكر نادي طلائع الجيش، بشكر نادي حرس الحدود، الانديه اللي بتقف جنب الاسماعيلي في ازمته اكيد الاسماعيلي هيقف جنبهم دايما، وده شيء رائع وجميل في التعاون ما بين الانديه. ايضا اعلنا عن التعاقد مع المدير الفني من البوسنه دراجان يوفيتش، هو واخد قبل كده الدوري في بوسنيا اكتر في البوسنه مره، وفاز مع اول اغسطس ببطوله دوري بطولتين كاس، والمعايير اختياره كانت معايير موضوعيه جدا. هو بيلعب تحت ضغط جماهيري، بيقدر ازاي يعمل فرق، بيبص للناشئين وبيعتمد على قطاعات الناشئين في الانديه اللي دربها. هو هينفع جدا الاسماعيلي باذن الله، باذن الله ربنا يوفقه، واحنا كلنا يعني هنكون في ظهره وفي ظهر اللاعبين اللي انا بشكرهم. بشكر وايضا بقول ان الاسماعيلي بيمتلك لاعبين اكفاء على اعلى مستوى. احنا قلنا قبل كده كان بينقصهم الثقه في النفس، بينقصهم التوفيق. نتمنى بقى يا رب ان شاء الله ان ربنا يوفقهم مع المجموعه المنضمه مع المدير الفني الجديد. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي. طيب الاسماعيلي، سؤال سريع، هل حضرتك على هيكون في تدعيمات الفتره اللي جايه في اليومين اللي جايين دول، ولا حضرتك خلاص قفلتوا الباب؟ لا لسه لسه برضه، احنا النهارده بس اعلنا على اللي تم بالفعل، وان شاء الله احتمال بكره نعلن ايضا عن لاعب اخر. طيب بص حضرتك، احنا السوشيال ميديا صنعت تعصب كبير جدا في كره القدم. الكام يوم اللي فاتوا دول الاهلي والاسماعيلي ضربوا مثل محترم جدا في التعاون وفي الروح الرياضيه، كابتن علي ابو جريشه، كابتن محمود الخطيب، كابتن عماد سليمان، يعني حاجه محترمه وحاجه فرحت الجماهير جدا، وبينت ان فعلا التعصب ده هو شيء بتصنعه السوشيال ميديا وغير موجود على ارض الواقع ما بين النجوم الكبار. فانا عايز حضرتك تعلق لي وتقول لي رايك بقى في الكلام الحلو اللي حصل ده. يعني انا بشكرك جدا طبعا، انا سعيد جدا بموقف النادي الاهلي تحديدا، وردود الافعال الرائعه من الاعلام المرتبط بالنادي الاهلي، سواء قناه النادي الاهلي او الموقع الرسمي للنادي الاهلي. انا بشكرهم جدا. اولا هم الزياره اللي قام بيها الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان اعضاء اللجنه الفنيه، هم اسماء كبيره جدا في كره القدم المصريه والافريقيه والعربيه. استقبال كابتن محمود الخطيب لهما، وايضا المهندس احمد عثمان، استقبال ايضا الكابتن محمود الخطيب، وانهم قعدوا اكتر من ساعتين مع بعض، دي بتعيد حاجه جميله جدا كانت موجوده وما زالت موجوده، ولكن التعصب الاعمى هو اللي خلانا ما نشوفهاش، اللي هي العلاقات الازليه ما بين الانديه المصريه خاصه الاسماعيلي والاهلي. موقف النادي الاهلي احنا بنثمنه ومش هننساه ابدا للنادي الاهلي، ان هو اولا بخلاف ان هو قال اللاعبين اللي انتم عايزينها خدوها، ايضا تدخل اداره الاهلي في اقناع اللاعبين. ومش عايز اقول لحضرتك ان اللاعبين اللي تم اختيارهم وتم الاعلان عن اسمائهم من اروع ما يمكن ان هم كانوا رغبتهم النادي الاسماعيلي ايضا، وتلاقت هذه الرغبه مع رغبه اداره ناديهم النادي الاهلي. علشان كده احنا بنشكر النادي الاهلي على اسلوبه في التعامل في هذه الفتره، واحنا بندعوهم وبندعو مجلس اداره النادي الاهلي انهم يشرفونا في الاسماعيليه، وعايزين نبني على دي خطوات ثانيه كثيره جدا في الفتره الجايه، تبقى بدايتها
ان خلاص نلعب ماتشاتنا بقى مع بعض، يعني نلعب في استاد الاهلي في السلام، والنادي الاهلي يشرفنا في الاسماعيليه ويلعب مباراته في الاسماعيليه. اتمنى ان ده يحصل في الفتره الجايه مع هذا التقارب، ونستغل ده بقى ان احنا فعلا نعظم هذا الدور في الفتره الجايه، والاهلي يشرفنا في الاسماعيليه، وان شاء الله يعني يبقى يعني هيلاقي فعلا يعني نادي بيحبه، والناس كلها هنا على فكره مسمنه موقف النادي الاهلي الاخير. طبعا يعني انا عارف وبشكر يعني بشكر حضرتك، ويعني بامن على كلام حضرتك ان لازم يحصل زياره علشان التعصب اللي موجود ده اكتر يتشال. نادي الاسماعيلي من الانديه المحترمه جدا اللي كل الناس اللي بتفهم كوره بتحب نادي الاسماعيلي. استاذ علاء وحيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المتحدث الرسمي والاعلامي لنادي الاسماعيلي. كابتن بلال يعني في النهايه انا بشكر حضرتك على وجودك معايا الخميس اللي جاي موجودين عشان نتكلم على الاهلي والدحيل، ومبارك للنادي الاهلي ان شاء الله على فوزه ان هو يلعب بايرن ميونخ، تبقى مباراة قوية زي ما كل الناس كده متوقعة ان شاء الله. اتمنى والله يا عمر يعني ان شاء الله الاهلي يعني شرفنا كلنا ويشرف مصر باذن الله تعالى، ومباراة صعبة مش سهلة طبعا، وهنلعب بايرن ميونخ بعد كده، وعلى رأي واحد صديقنا قال لك هنكسب بايرن ميونخ عشان الدوري هناك تعبان. السلام عليكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعد الفاصل هيكون معايا محمد عراقي عمرو الجرزاوي فقرة الصحافة. برحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفصل يعني يوم الجمعة بيكون يوم الصحافة، برحب باتنين من الأصدقاء الأعزاء ومن نجوم النقد الرياضي والصحافة المصرية في مصر. برحب باليمين الأول محمد عراقي، برحب بيك. ازيك يا عمر؟ أهلا بيك، وحشني. مختفي فين؟ موجودين. مش انت كنت قايل على المفاجأة انت ما أعلنتش عنها؟ لسه أيام بسيطة كده. هتعزمني طيب؟ عزم؟ طيب عمر كده معزوم. عمر الجرزاوي ورحب بيك. حبيبي عمر، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، مبسوط ان اكون موجود معاك ومع عراقي اول مره. برضه مظبط ومظبط نفسك وبتاع. قلت جاي لعمر ربيع ياسين بقى. طيب انا عايز ابدا معاكم من الفيلر اللي احنا بدانا بيه الحلقه، النادي الاهلي ووصوله الى قطر دوحه، مباراه صعبه يوم الخميس اللي جاي قدام الدحيل، ولكن الجمهور العراقي بيفكر في مباراه بايرن ميونخ، والناس مش عارفه ان مباراه الدحيل لا تقل أهمية وهي المفتاح اللي الأهلي هيصعد بيه للدور اللي بعد كده. عايزك تكلمني عن وصول الأهلي والكواليس اللي موجودة وفرص الأهلي يوم الخميس إن شاء الله. طبعا يا عمر يعني هاخد من كلامك، طبعا عندك حق فعلا، الناس يمكن مركزة أكتر في مباراة البايرن وبيعتبروا خلاص إن الأهلي كسب الدحيل، وإن مباراة الدحيل دي يعني إيه كده كده الأهلي هيكسبها. بس ما اعتقدش ان الاحساس ده وصل للعيبه ووصل للجهاز الفني. صحيح. لا اعتقد ان الدنيا مختلفه خالص في النادي الاهلي، في تركيز كبير، عارفين ان النهارده الجمهور ممكن يتقبل ان الاهلي يفوز على الدحيل ويجي يخسر من بايرن، ده امر طبيعي، ان طبيعي انت تخسر بطل اوروبا وبطل المانيا، فطبيعي بايرن ميونخ يمكن يعني ده كسب برشلونه 8 سبعة. يعني سبعة لـ8 يعني اقصد كده كده فكره ان انت تخسر من البايرن او تبقى البايرن يكسبك من البطوله ده امر طبيعي، بس فكره الخساره من الدحيل هو او حتى اي نادي تاني يعني ما اعتقدش ان جمهور الاهلي يتقبلها، دايما جمهور الاهلي ما بيطالبش بفريقه الا بالفوز، حتى في ماتش البايرن عايز اقول لك على حاجه اهو، يعني ان شاء الله ربنا لما يكرم باذن الله والاهلي يفوز على الدحيل هتلاقي يعني جزء كبير من جمهور الاهلي بيطالب اللعيبه بالفوز على البايرن، او ان يعني اوكي وليه ما نكسبش البايرن، وعلى فكره ده في كره القدم ده يعني زي ما بيقولوا حلم مشروع. خلينا نتكلم في الهاندبول مصر خسرت من السويد فرق هدف، خسرت من الدنمارك زي ما شفنا المباراه الاعجازيه اللي حصلت ديت، فريقين دول في نهائي بطوله العالم. يعني لو كان ربنا قدر وكنا صعدنا لدور نصف النهائي اعتقد ان احنا كنا في المباراه النهائيه دلوقتي. صحيح. يعني احنا اعتقد ان مستوانا اقوى من فرنسا واقوى أسباني. حتى من اسبانيا، فاعتقد يعني لا في الكوره وفي في الرياضه بشكل عام ما فيش حاجه اسمها غير الاجتهاد واللعب وان انت تادي افضل حاجه عندك، بس فكره مباراه الدحيل طبعا مباراه مهمه جدا، هيبقى زي ما بيقولوا كده برضو العرب، وفكره ان انت بتلعب فريق عربي اكيد ده بيبقى فيه برضو يعني شويه حساسيه ان انت النهارده لازم
يبقى ليك رياده في الموضوع، لازم تقدر تحسم الموضوع بدري. انت عندك عناصر مهمه جدا، الاهلي يملك لعيبه كبيره جدا، الدحيل اه طبعا في نجوم كبيره خصوصا في خط الهجوم، بس عنده برده نقاط ضعف كبيره سواء في خط الدفاع او في مركز حراسه المرمى. فاعتقد ان شاء الله الاهلي قادر. النهارده الاستقبال بصراحه كان استقبال اسطوري يعني يليق بالنادي الاهلي، رجع لنا كده لايام زمان صحيح. في بطوله العالم في بطوله كاس العالم للانديه في اليابان الاهلي شارك فيها قبل كده، الاهلي يمكن شارك عمل مشاركات قبل كده ناجحه جدا. استقبال مختلف مع الجمهور الرهيب الجمهور المصري الموجود، وبرده يعني من هنا بنوجه يعني شكر للرابطه، رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، يمكن عملوا مجهود كبير قوي في تجميع الناس دي، خصوصا خلي بالك يا عمر وعمر ان فكره الجمهور كان اساسا مش مسموح صحيح بالتواجد او كده في المطار، فكان ليهم نقاط زي نقاط التقاط محدده كده كان ينفع يقفوا فيها. فالناس كانوا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بياكدوا على بعض ان هم هيبقوا متواجدين في الاماكن المعينه، فعلا تواجدوا، كان الاستقبال الموجود لا حاجه بصراحه تفرح. اتمنى كمان من لعيبه الاهلي ان هم يكملوا الموضوع دوت ويقدموا مستوى كويس ويقدروا يفوزوا على الدحيل ان شاء الله. عمرو، يمكن الجمهور نادي الاهلي بقاله فتره او ممكن نقول ان الفرق اللي بتشارك في كاس العالم مش متوقع ان الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا كده في قطر، فالناس اكيد الدحيل هيقلق، اكيد الفرقه كلها تبقى تعمل او اوريدي هي عامله، لكن بعد الجمهور ما كان موجود عملت حساب كبير، وانت زي ما انت عارف ان وجود الجمهور في الوقت الحالي هيفرق مع اي فريق يكون موجود في ارض الملعب. هل انت شايف ان عامل الجمهور فعلا هيكون ليه عامل واللعيبه بدات تتشحن الشحن الايجابي من دلوقتي؟ اعتقد ان بص عمر، انا شايف ان النادي الاهلي كان بيفكر اساسا في كاس العالم للانديه وبيفكر في الاستقبال من يعني كان واضح جدا حتى في اداء اللعيبه في المباريات اللي لعبها في اخر الدوري سواء بيراميدز او يعني مباراه بيراميدز الاخيره، كان اللعيبه باين عليها قوي ان هي مش مركزه قوي في الدوري على قد ما هي مركزه في الاجواء بتاعه كاس العالم للانديه وهيتم استقبالنا ازاي والجمهور والاجواء بتاعه كاس العالم للانديه، خاصه ان القائمه اللي مسافره مع النادي الاهلي لاول مره لكاس العالم للانديه ما لعبتش كاس العالم للانديه خالص، يعني اظن ان سعد سمير وليد سليمان عشان بره خلاص، لكن اللي جوه القايمه سعد سمير بس اللي شارك قبل كده في كاس العالم للانديه، دي المره الثالثه لسعد سمير. فان الاجواء وان اللعيبه كانت مهما هتقول لها بقى، مهما اللعيبه الكبيره تقعد تتكلم مع اللعيبه اللي موجوده دلوقتي نركز في الدوري ونركز قبل ما نروح لكاس العالم للانديه عشان نروح بشكل كويس والكلام ده، اظن ان اللعيبه كانت سادة ودانها خالص عن الموضوع ده، ان هي كانت مركزه ازاي هيتم الاستقبال وازاي هيبقوا موجودين. عامل الجمهور عامل مهم جدا 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 للنادي الاهلي في البطوله دي حتى امام الدحيل، يعني طبعا انت بتلعب مع الفريق البلد المنظمه موجود، بس الجماهير الكفه الاهلاويه تبقى اكبر طبعا بكتير 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 جدا. ال 30 انا متوقع ال 30% اللي مسموحين يبقى كلهم اهلي، يعني مش هقول كلهم اهلي بس يعني على الاقل من 20 ل 25% موجودين اهلي. ما اظنش ان الجمهور اللي بقاله فتره كبيره كمان ما بيحضرش مباريات، ولما يكون كمان موجود في بطوله كبيره زي دي موجود فيها الاهلي وبايرن ميونخ وي 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 والجمهور ما يحضرش مباريات الاهلي، اظن الموضوع هيبقى صعب جدا. وبعدين التحضيرات بتاعه الجمهور في قطر من بدري، من زي ما عليا قال الموضوع من بدري بيحضروا ازاي هيستقبلوا اللعيبه وبيحضروا ازاي الدخلات وبيحضروا ازاي الاغاني، كان في سيكشن كده بيتم ان هم يعني شفت شويه فيديوهات متداوله على السوشيال ميديا ان هم بيحضروا بقالهم حوالي اكتر من حوالي 10 ايام او اسبوعين هنقف ازاي والطبله لما الطبله هنغني ايه وهنقول ايه وهنسوي كل ده، يدي حماس للاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا بطوله قويه، بطوله يعني طبعا انك تعدي من الدحيل الاول ده انا شايفه امر لازم اللعيبه تركز فيه قوي. انا شايف مباراه الدحيل دي زي ما عليا قال مباراه صعبه مش مباراه سهله، هيبقى فيها يعني فنيات كتير، كل واحد انا شايف ان الدحيل مذاكر وهيذاكر وبدا يذاكر النادي الاهلي بقاله فتره كبيره، الاهلي في نفس الكلام برضو بدا يذاكر الدحيل، وعشان كده تصدر ان الدحيل عندهم الخط الامامي خط مرعب جدا، خط الهجوم من وسط الهجوم لحد المهاجمين مرعبين، فده محتاج في فيديوهات للعيبه كانت بتذاكر كل واحد كان ماسك الايباد او اللابتوب بتاعه كان بيذاكر الحاجات دي ما بيهزرش بيدي كل واحد التاسك بتاعه ان هو انت هتعمل ايه وتسوي ايه، فمحضر اللعيبه بشكل كويس. فده في حد ذاته حاجه كويسه جدا بشكل كبير ان يكون ان النادي اللعيبه متهيئه قبل ما تروح لكاس العالم للانديه. طيب رأي، يمكن عايز اكلمك على رامي ربيعه، يمكن كان في كلام قبل ما نطلع من رامي مش مسافر، هو اللي رفض، موسيماني اللي رفض، نادي اللي رفض، عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط في الكواليس الخاصه برامي ربيعه، وهل فعلا عدم سفره ده ناتج عن قراره الشخصي طالما هو شاف ان ملوش مكان في قرار ان هو ما يسافرش، ولا الموضوع ايه بالظبط؟
بص هو ربيعة يعني المشكلة مع رامي مش من دلوقتي، رامي موسيماني تقريبا يعني آخر مدافع في قناعاته هو رامي ربيعة، يعني بالنسبة له كل المدافعين قبله سواء بقى أيمن أشرف سواء بدر بنون سواء أحمد رمضان بيكهام سواء سعد سمير متولي كمان راجع سواء محمود متولي، هو بالنسبة له في ذيل قائمة المدافعين. ده طبعا بالنسبه لرامي ربيعه كلنا عارفين ان رامي ربيعه لعيب كبير ولعيب قوي، بس دي طبعا قناعات مدير فني لازم الكل يحترمها، ودايما في الاهلي بيبقى في سيستم محدد كده في الاهلي، ما فيش حد بيجي على المدير الفني او ما حدش يجي ممكن يقول توصياته للمدير الفني، المدير الفني اللي شايفه هو اللي بيتم وهو اللي بيتعامل. فلما جه موسيماني يحط اللي هو القايمه زي ما بيقولوا بتاع كاس العالم طبعا بيختار طبيعي وفقا للاماكن، ان انا النهارده اختار عدد مهاجمين معين، عدد لاعبين خط وسط، عدد مدافعين، فهو اختار اربع مدافعين خلاص. هو معاه بدر بنون وبدر وياسر وياسر وسعد وبيكهام كمان، تمام وبيكهام يعتبر اه طبعا هو سيرد باك بيلعب، فهو خلاص هو شايف ان دول هم الاهم، فبالتالي ما كانش في حاجه لمدافع جديد. كان في كلام طبعا على اكتر من لعيب منهم مثلا محمود وحيد، جونيور اجاي، وليد سليمان. محمود وحيد تم يعني اللي زي ما بيقولوا تفضيله على رامي ربيعه، لان محمود وحيد هو هيبقى بديل لعلي معلول، دي نقطه. كان طبعا في بقى مشكله طبعا في اللعيبه المصابه زي جونيور اجاي زي وليد سليمان او كده، وليد سليمان طبعا تعرض لاصابه قويه ولسه المزق بتاعه مكمل شويه، فبالتالي ما كانش في موجود ما كانش من المنطقي دخول القايمه. جونيور اجاي يمكن هو بقى له فتره كبيره مصاب، كان المفروض هيعمل عمليه الوتر الوحشي، كان هيعمل عمليه بس هو فضل ما يعملش عمليه عشان كاس العالم للانديه، فبالتالي كان ده مع بالاتفاق مع الاهلي، وهو الحمد لله برضو قدر يتعافى وقدر يخش التدريبات في الفتره الاخيره، فبالتالي وجوده كان منطقي. رامي ربيعه خروجه كان خروج فني طبعا، تم استبعاده من القائمه هو محمود وحيد بشكل رسمي، ان هما الاثنين بره القائمه. انا كنت قلت ان محمود وحيد بديل معلول، لا طبعا لا طبعا دي يعني هو كده كده اساسا ايمن اشرف هو اللي بيلعب الحته بتاع بديل علي معلول، فهو كده كده كان يعني مستبعد لان هو مرتبط بعدد معين، هو ليه 23 لعيب بس بيقدر يصطحبه، فخلص هو كده كده كان استبعد رامي ربيعه. رامي في بقى حاجه دلوقتي يعني كاس العالم للانديه او الفيفا بيديك الحق ان انت ممكن تستبدل لعيب لو تعرض لاصابه بتقرير طبي، يعني قبل البطوله بعدد ايام معين او قبل الماتشات بوقت معين تقدر مثلا لو لا قدر الله لعيب اصيب او لعيب تعرض لكورونا او كده تقدر تستبدله بلعيب تاني. فبالتالي في لعيبه مسافره زياده، يعني في لعيبه المفروض تسافر زياده زي وليد سليمان مثلا اللي هو بيسافر زياده، كان الاهلي عايز يعمل ده مع رامي ربيعه، بس رامي ربيعه شايف ان هو سفره مش هيكون مجدي ان هو يكون موجود هناك ومش في القايمه الرسميه اللي بتشارك، فبالتالي شايف ان وجوده هيتفرج على الماتشات في الفندق او يتفرج على الماتشات من الملعب، شايف ان هو يعني الموضوع مش هيبقى مجدي من المدرجات تحديدا من المدرجات، فبالتالي طلب من سيد حفيظ مدير الكوره ان هو ما يكونش متواجد، وبالتالي يعني تم الموافقه على طلبه. كده كده في لعيبه زياده مسافره، وكده كده يعني الدنيا خلاص بالنسبه للموسيماني مستقره على تشكيل اساسي والبودله وكل حاجه، وهو عارف القائمه اللي هيلعب بيها، فبالتالي تم استبعاد رامي ربيعه. وانا باكد لك ان رامي ربيعه بالوضع ده في ظل استمرار موسيماني ما اعتقدش ان رامي ربيعه هيكون متواجد في النادي الاهلي الموسم الجاي، يعني بنسبه كبيره جدا مش هيكون متواجد في النادي الاهلي، مش هيكون ليه فرصه في السنه الجايه، خصوصا الاهلي كمان يعني بيسعى ان هو يتعاقد مع مدافعين تانيين زي مثلا اسامه جلال مدافع انبي، وفي لعيب كمان حتى اجنبي الاهلي كان يعني قطع شوط كبير فيه غير بدر بنون، كان برده يعني كان في تفضيل بينه وبين بدر بنون، بس هو طبعا بدر بنون كفته كانت ارجح، اللعيب ده برده في الحسابات يعني مش هنقدر نقول اسمه دلوقتي، بس اللعيب ده برده في الحسابات ان هو ممكن في وقت من الاوقات يتم التعاقد معاه لتدعيم الدفاع الاهلي، فاعتقد ان رامي ربيعه مش هيقبل ان هو يكون متواجد او يكون خارج الحسابات بالشكل ده، خصوصا ان هو شايف ان هو لعيب دولي ولعيب كبير وان هو ممكن يكون ليه فرصه في اي نادي تاني خصوصا بره مصر، اعتقد ان هو حتى رامي ربيعه لو هيخرج ما اعتقدش ان هو يلعب في نادي في مصر، اعتقد ان هو هيخرج بره مصر. طيب عمرو، هل ممكن يكون في مفاجات في التشكيل النادي الاهلي؟ هل تتوقع ان ممكن لاعب يلعب على حساب لاعب؟ يمكن موسيماني الفتره الاخيره كان في عنده بعض اللعيبه اللي بيقعد يجربها المباراه، ممكن اليو ديانج ما يكونش موجود مباراه يكون موجود، مباراه تبقى ما بين فتحي حمدي فتحي والسوليه في نص الملعب، محمد شريف، ولتر بواليا، طاهر محمد، طاهر كهربا، حسين الشحات، يمكن اسامي محيره بالنسبه للجمهور في الوقت الحالي. بسم الله ما شاء الله الاهلي يمكن عنده يعني كتره في اللعيبه اللي موجوده وحيره بالنسبه للناس في حته التشكيل، فانت شايف ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي ممكن يعتمد عليه موسيماني في مباراه يوم الخميس ان شاء الله من وجهه نظرك؟ بص انا اظن موسيماني كل تفكيره انه ازاي هيقدر يقفل الملعب على الخط المرعب اللي موجودين عند الدحيل. عند الدحيل انت شايف اقوى خط عندهم خط الهجوم. خط الهجوم مرعب، فان ازاي الكره بقى ما توصل لهمش هو ده اللي بيفكر فيه موسيماني. انا من وجهه نظري اظن ان موسيماني قاعد بيفكر دلوقتي ان هو التوليفه بتاعه ديانج والسلاي وحمدي فتحي يلعبوا مع بعض. عشان يبقى قفل الملعب خالص على الدحيل، وبالتالي السلاي بيزيد بيقدر يوصل الكوره للخط الامامي للنادي الاهلي، حمدي فتحي بيزيد بيقدر يوصل الكوره للخط الامامي للنادي الاهلي، ديانج بقى القشاش بقى اللي هيقعد هيشقى
يعني ديانج في الماتش ده انا اظن ان هو هيشقى. فلو هو انا توقعي ان هو هيلعب بالثلاث ديفندرات، مش هيغامر. لو لعب باثنين هتبقى مغامره كبيره جدا. فهو عشان يقفل الملعب على الدحيل القطري لازم يلعب بحمدي ويلعب بالسولية ويلعب بديانج. ملوش حل تاني غير انه يعمل غير انه يعمل كده. لكن مفاجآت في بقيه التشكيل ما اظنش ان الثوابت هي موجوده. الثوابت محمد هاني مش ما اعتقدش انه يقدر يلحق الماتش، هيبقى لسه راجع. يعني هو محتاج 5 ايام عقبال ما يرجع من الاصابه، فاظن انه صعب جدا. فانت مجبر ان هو هيلاعب بيكهام باك رايت. فهي دي محمد هاني جاهز اعتقد خلاص، يعني جاهز لمباراه يوم الخميس. ما اعتقدش ان هو مصاب، يعني لو مصاب يعني لو تتكلم لو مش موجود رمضان يعني بيكهام. طبعا هو المفروض ان هو هيريح 5 ايام على على الاصابه اللي خرج بيها ماتش بيراميدز. بس دي الاصابه الثانيه في نفس المكان اللي جات له مع منتخب مصر. بس خلي بالك ده ضغط المباريات وضغط يعني ده طبيعي. يعني انا اعتقد ان هو لازم يتاهل بشكل اقوى. انا بتكلم على التاهيل ان هو ما يستعجلش عليه، وخاصه ان بيكهام يعني بيكهام ادى بشكل كويس في ماتش بيراميدز. مش مكانه في كتر خير يعني. معاك متفق معاك جدا. الاهلي محتاج باك رايت يا عم. الاهلي خلص كريم فؤاد خلاص. طبعا الاهلي مضى كريم فؤاد، بس المشكله في امبي. امبي اظن انه الموضوع هيبقى مع كريم فؤاد صعب جدا. يعني هو مرتبط بامبي، الا بقى لو يعني لو امبي ما خلصوش مع كريم. لان اللي عندي ان امبي مع كريم ما تتكسفش. مع كريم هاني مش هيزعل. لا ان كريم ماضي فين. كريم لعيب كويس جدا 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 وهيفيد النادي الاهلي جدا. والنادي الاهلي بيكلمه اصلا بقاله سنتين، وامبي والنادي الاهلي مش عارف يخلصه عشان امبي. وامبي بيجدد يعني ما بياخدوش شراء، بيجددوا له الاعاره. ده هو ماضي سنتين من اول اعاره. سنه في سنتين سنتين وليهم اوبشن. فهو يعني موضوع ان هو يخرج من انبي، ودايما اللاعب اللي بيخرج من انبي على النادي الاهلي او نادي الزمالك الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. يعني قاعده صحيح مش بفراطه بالساهل. كابتن علاء عبد الصادق لما كان موجود في انبي الموضوع صعب جدا. هم مشيوا على الاستراتيجيه اللي حطها كابتن علاء. طب مؤمن زكريا نزل دلوقتي تويت على تويتر وكاتب ان انا كان نفسي ابقى موجود لكن ما كانش عارف. انا كان نفسي ان مؤمن زكريا يبقى موجود. انا كنت اتمنى ان كان مؤمن زكريا يبقى موجود ويتم استقباله باللي هو يليق بيه. طبعا مؤمن زكريا اي حاجه نفسيه في الفتره دي بتفرق معاه جدا، خاصه كمان ان هو لما الامور كانت متظبطه نفسيا خلال الفتره الاخيره صحيا. مؤمن زكريا كان بيمر بظروف صحيه الى حد كبير جدا كويسه عن الفتره اللي هو كان قضاها في الاول. مؤمن كان النادي الاهلي انا كنت شايف انه كان قادر ان هو يبقى موجود مع القائمه كحاجه تكريميه لمؤمن زكريا، خاصه ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني بدا يدعم مؤمن زكريا بشكل قوي جدا، وبدا يكون موجود مع مؤمن زكريا في كل تفصيله. فما كنتش شايف ان مؤمن زكريا لو راح ما كانش هيحصل مشكله. بالعكس ده كان هيدي باور وهيدي استقبال كمان اكبر واكبر من طبعا النادي الاهلي اسمه اكبر من اي حد، بس يعني ان يكون مؤمن زكريا موجود في وسط الناس كلها متجمعه على مؤمن زكريا الفتره دي، اظن ان هو كان محتاج ان هو يكون موجود فعلا. طيب عايز اعرف رايك في احتراف مصطفى محمد اختياره. قبل بس مصطفى محمد هو كريم فؤاد في الاهلي السنه الجايه. خد يعني كريم فؤاد وده اقول لك ليه. يعني هو النهارده سنتين. هو انا اقول لك ليه، اصل دلوقتي ام بي فعلا انا بتكلم خروجه انه يبقى صعب. انا ما قلتش ان هو مش هيبقى موجود. هو كريم فؤاد مغار سنتين من نجوم مستقبل ام بي، وفي اوبشن ان هم يشتروه ب 15 مليون. ام بي مش هيشتروه ب 15 مليون. هم شايفين ان الرقم دوت رقم كبير، ورقم هم مش هيقدروا يعوضوه. يعني النهارده لو ام بي خدوا 15 مليون الاهلي والزمالك ما بقوش يقدروا يشتروا لعيبه بالشكل ده من ساعه الكورونا. مش هيجي يشتري لعيب مصري بالرقم ده. لو جيت بصيت لعيبه حتى المصريين تلاقي الاهلي بيتكلم في 15 بيتكلم في 20. اشترى ولتر بوليا بكام؟ لا ولتر بوليا لعيب اجنبي. انت بتحسب لعيب الدوري المصري. لا لعيب اجنبي. لعيب اجنبي وعلى فكره وجبته بكام برضه؟ يعني انت النهارده جبت ولتر بوليا مثلا 25 مليون مثلا. انت جبته عشان انت مهاجم، اولا مهاجم، ثانيا لعيب اجنبي، لعيب انت عايزه عشان يكون هداف. بس انت رايح تجيب مدافع تجيب في الرقم ده. يعني انت لو دفعت هتدفع 20 مليون، طب انا اشتري ب 15 مليون ليه؟ عشان اكسب 5 مليون مش ده الرقم. فكده كده الاهلي خلاص مخلص صفقه كريم فؤاد. بالنسبه لقصه مؤمن زكريا طبعا مغامر جدا. كان مؤمن زكريا وجوده مهم جدا، بس احنا برده ممكن يبقى في الموضوع ليه علاقه بيه هو طبيا. يعني برده ممكن يكون قصه مفيش ما يمنع تمام. بس انا بتكلم برده قصه الكورونا وقصه ان برده ما تعرفش الدنيا ايه كده. الاهلي دخل بابل
يعني الفرقه هتبقى موجوده في يكون هو مؤمن يعني ممكن يكون الموضوع برضو يعني ليه ابعاد. انا ما بحملش خلي بالك انا ما بحملش النادي الاهلي. انا كنت بقول ان انا اتمنى انه يكون موجود يعني ممكن يكون ليه ابعاد انا احنا ما نعرفهاش بس طبعا فكره وجوده اكيد طبعا كان هيبقى وجوده كويس هيبقى افضل بكتير وكان هيبقى حاجه كويسه. مصطفى محمد بقى يعني مصطفى محمد بصراحه يعني موضوع يعني احنا بقالنا فيه شهور وقصص انا مش عارف اساسا فكره احنا ليه بنيجي نقف قدام اللعيبه اللي عايز تحترف يعني بصراحه الموضوع عندنا صعب على فكره ده مش الزمالك بس الاهلي الاهلي والزمالك وكل الانديه النهارده اللعيبه دي لما يجي لها عرض طبعا العروض المحترمه مش العروض اللي هي كبير السلم والعروض الوهميه انا مش كده بس انا بكلم النهارده لما يجي لك عرض من نادي في فرنسا في الدوري الفرنسي اللي هو بيعتبر من يعني من اقوى خمس دوريات في العالم حتى برضو جالات اسرائيل انا بتكلم النهارده لما بيجي لك عروض بالمستوى ده وبالارقام دي طب احنا امتى انا اقول لك على حاجه الزمالك او الاهلي معذور ليه لان انا النهارده هاجي كزمالك طب انا النهارده مش هسيب مصطفى ممكن اسيب مصطفى محمد طب ما لو جه الاهلي لقفشه ما مش هيسيبوه مثلا طب انا ليه اضعف نفسي والاهلي يبقى هو اقوى لا هو المفروض ده يبقى السيستم انا النهارده السيستم في مصر يا جماعه اي لعيب كبير خصوصا اللعيبه الدوليين بتوعنا اللي هم اللعيبه اللي بيجي لهم عروض محترمه اي لعيب كبير يجي له عرض محترم لازم يخرج النهارده الاحتراف بيفرق ازاي معانا طب تعالى نشوف بقى نفس معلش هنرجع هنقعد نستشهد كتير بالهاندبول منتخب الهاندبول ايه اللي فارق مع الهاندبول لعيبه محترفين اولا لعيبه محترفين جه بص على بص على السكواد كله هتلاقي ثلاث ارباعه يعني او اكتر كمان لعيبه محترفه دي حاجه شوف اتحاد اليد بيعمل ايه شوف القوانين اللي حاطينها لا ناس محترمه بصراحه اتحاد الهاندبول يعني بصراحه بيقدم نموذج لكل الاتحادات لو كل الاتحادات اشتغلت زي الاتحاد ده وانا عارف طبعا يعني كابتن حسن مصطفى اكيد له دور في كده وان هو اكيد بيستعينوا بيه لا هو دلوقتي لا هو في اتحاد في مصر اتحاد منفصل استاذ هشام نصر طبعا بس انا اعتقد ان هم بيروحوا زي ما بيقولوا الاهلي الايه الخبره اكيد بيلجوا قيمه كبيره برضه احنا ليه ما يبقاش في كل الالعاب عندنا حاجه شبه كده وان احنا يعني ايه الصح اللي بيتعمله نعمله اكيد النهارده الصح ان انا لما يكون لعيب عندي زي مصطفى محمد اكيد هسيبه يحترف اكيد لما يجي مثلا عرض كويس للعيب مدافع كويس عندنا احنا عندنا دلوقتي مشاكل كتيره جدا في المدافع وفي المهاجم عندنا مشاكل في الاماكن يعني كتير. انت رايك انت موافق على جلطة السراي والدنيا تمام بالنسبه لك انا موافق انا موافق على احتراف اي لعيب كمان على الفكره بس شايف ان هو كمان هينجح مع جلطة السراي طبعا ان شاء الله بس ليه بقى انت النهارده معلش الزمالك النهارده طلع مصطفى محمد ده معناه ايه معناه ان هي دي فرصه لاسامه فيصل صحيح معناه ان هيشتري لعيب مثلا زي حسام حسن او يرجع لعيب زي باسم مرسي فاللعيب ده يزيد اكتر فانت يبقى بدل ما يبقى عندك مصطفى محمد يبقى عندك اثنين مهاجمين ثلاثه مهاجمين تانيين نفس الكلام في الاهلي النهارده لو جه احتراف لمحمد الشناوي معنى ان محمد الشناوي يحترف ايه؟ ان علي لطفي هيشارك وبالتالي هيبقى اساسي فبالتالي هتلاقي ان هو فرصته هتبقى افضل في المنتخب نفس الكلام في كل الاماكن يعني انا النهارده لازم في الاهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي واتحاد لازم نفتح قاعده الاحتراف ولازم نسيب لعيبتنا اللي لما يجي لها عروض محترمه انا برده اهو باكد على الكلمه عشان ما حدش يجي يقول ما في عروض تحت السلم لا انا بتكلم على العروض المحترمه لازم نسيب اللعيبه دي تخرج لازم اللعيبه دي تاخد فرصتها واحنا على فكره عندنا لعيبه كتير جدا وعندنا ناس محتاجين الفرصه ومنتظرين الفرصه تعال بص كده قول لي اي لعيب في الاهلي والزمالك قول لي اي لعيب كده هقول لك ليه بديل واثنين وثلاثة واربعة اي لعيب قول لي اي لعيب كده سواء على فكره محترف والله بجد يعني شوف مثلا الاهلي اهو كابتن بدال اتكلم وقال لك انت النهارده محمد شريف جاله عروض محمد شريف ده في مين في احمد ياسر عيان اهو كسر الدنيا في لما راح سيراميكا صح ولا غلط صحيح. عندك صلاح محسن يعني عندك كل لعيب بص في خط الوسط لو النهارده اي لعيب خط وسط في الهلال عندكم لعيب خط وسط دلوقتي كويس حمدي فتحي اليو ديانج اكرم توفيق يعني اصل لا السوليه يعني لو خرج واحد عادي انت عندك 3 4 8 نفس الكلام في الزمالك ونفس الكلام في باقي الانديه اللي اقصده ان انت لازم تفتح القاعده دي هيفرق معاك كتير جدا اللي حصل في صفحه طبعا فيه لغط كتير ومشاكل كتير وقصص كتير يعني خلاص اللعيب احترف وراح وان شاء الله باذن الله ينجح ونتمنى له التوفيق وانا متوقع ان مصطفى محمد يعني باذن الله يكسر الدنيا لان احنا فعلا محتاجين لعيب يكون عندنا يعني لعيب في الحته دي يصنع الفارق عشان ما يبقاش محمد صلاح بس محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه هيفرق كتير جدا منتخبنا يروح في حته ثانيه خالص طيب علي قال لك الاتحاد الهاندبول بيقوي اللعبه بتاعته بالقوانين زي اتحاد الكوره بيضعف اللعبه بان هو يحط قوانين فحط لك خمس لعيبه اجانب وعروستي بقى مدافع مهاجم قال لك لا تجيب اللي انت عايزه فهو دلوقتي زي ما استشهدنا بالهاندبول ان هو بيقوي فاتحاد الكوره بيدي لك قوانين علشان يضعف لك المنتخب الوطني بان ممكن بعض الانديه تتعاقد مع حارس مرمى اجنبي وده اللي احنا تخلصنا منه قبل كده ودلوقتي بدانا ان احنا ايه نجني الثمار بس بعد 10 سنين زي ما انت قلت فانت شايف الخمس لعيبه وموضوع الفار وموضوع اللجنه رابطه الانديه يعني انت شايف ايه بس عم استغرب جدا بصراحه عمر يعني مش قادر افهم المهندس احمد مجاهد بيفكر ازاي مش عارف اتخيل انه بيفكر انه بعد ما كان بقى دلوقتي في محمد الشناوي وفي ابو جبل
وفي مهدي سليمان وفي محمود جاد وفي عامر عامر وفي مسعود. احنا بنتكلم في 6-7 حراس مرمى كبار جدا. واللي انا مستغرب له اكتر الانديه. انا مش فاهم الانديه ازاي وافقت. انا مش عارف ازاي الانديه وافقت على المقترح ده. هو لسه لحد دلوقتي ده مقترح، بس انا مش فاهم ازاي الانديه وافقت على المقترح ده. فكره ان ده يكون موجود دلوقتي وانت اساسا شايف بعينك ان انت عندك حراس كبار موجودين في منتخب مصر، ده دي حاجه. الانديه معلش عمر معلش، الانديه تقول لها ازاي؟ ما الانديه تبص لمصلحتها. ما اي نادي هيبص يقول لك انا عايز محترفين وعايز، انا مش فارق معايا. هو عامل وجود المحترفين. انت كاحمد مجاهد او انت كاتحاد كوره، انت اللي المفروض فكرك يبقى فكرك في المنتخب، انت اللي بتفكر المنتخب. موافقك. فانا بتكلم النهارده لا بس الانديه برضو الانديه بيجي دلوقتي بيتقال ايه؟ انا باشا عندي 10 بيروحوا المنتخب، انا عندي 7 بيروحوا المنتخب، بيقولوا بالعدد. بس انا النهارده مثلا كنادي مثلا الاتحاد مثلا عندي مشكله في حراسه المرمى ومش لاقي يعني معروض كويس او مش عارف اجيب، فاجي اقول لك لو جيت المباراه احل مشكلتي. هو بص هو قبل ده اساسا، قبل ما يطبق القرار ده اساسا على ايه؟ احنا لما كنا فاتحين الاحتراف للحراس الاجانب طلع لنا مين؟ يعني جالنا مين؟ لا صح معاك، ما جالناش برضو الحارس اللي هو. انا بكلمك في قصه ايه؟ ان انت النادي لما يعمل ده طبيعي. انا مستغرب بس على اتحاد الكوره على, على طبعا اتحاد الكوره. انا يعني القرار اللي اتخذ من 10 سنين كل الناس اجمعت على انه قرار مظبوط وقرار صح 100%. نيجي بعد 10 سنين احنا بنتقدم لقدام ولا بنرجع لورا يا جماعه؟ احنا مش فاهم. عايزين اللعيبه تطلع تعرف. هو ليه ما طلعش؟ في ناس بقى بتاخد الموضوع بجانب ان الحراس دي هتطلع تحترف. الحراس دي اصلا مش هتلعب كره تاني. يعني لما نجيب حراس محترفين الحراس دي مش هتلعب كره تاني. يعني تحترف ايه يا جماعه؟ اذا كان الاهلي والزمالك مش عايزين يطلعوا لعيبتهم يحترفوا في انديه يعني احنا بنتكلم في جلال سراي ومصطفى قبل كده جاله فنار بكشة وبعدين سانت تيان وبعدين احنا محمد شريف الاهلي اول ما بس جاله حاجه تعالى مدد عقدك. انا متفق معاك جدا في موضوع ان اللعيبه لازم تحترف ولازم يبقى في حل للموضوع ده، مش ان احنا بقى نزود حراس. موضوع الفار بقى ده مضحك جدا. يعني احنا العالم كله بيشتغل بالفار. انا الغيه عندي مشكله فيه قننها. يعني دورك انك تجيب الشركه وتقعد معاها وتقول ايه المشاكل اللي موجوده. مش في الشركه يا عمر، انا بتكلم ان عربات التصوير نفسها ان احنا نحل يا عمر، لكن مش الحل ما يبقاش ان انا الغي. يعني ايه الغي الفار؟ الغي الفار ازاي يعني؟ اذا كان بالفار وفي مشاكل، امال من غير الفار هيحصل ايه؟ يعني من غير الفار دي الحكام دي بقى الله يكون في عونها مش هينزلوا الملعب. يعني من غير الفار ويغلط غلطه ولا يعمل بيحسب حاجه على النادي ولا لا احنا لا. المهندس احمد مجاهد في حاجه مش مظبوطه، في حاجه غلط في اتحاد الكوره، في حاجه غلط. مستحيل يكون ده المحنك اللي الناس بتتكلم عنه، المحنك الاداري والمحنك. انا مش قادر افهم خالص ازاي المهندس احمد مجاهد بيدير الاتحاد بالشكل ده. لا في حاجه مش مظبوطه. وموضوع بقى تصفيه الحسابات انك بتنسف كل اللي فات، دي برضو غريبة جدا. امسح حمامك القديم. مش ممكن، مفيش حاجة اسمها كده. وعشان كده احنا الرياضة المصرية عمرها ما هتقدم. كل اللي بيجي بيصفي حسابات مع اللي فات. تمام، بتبص لقدام. لا في مشكلة كبيرة جدا في اتحاد الكورة. طيب عراقي، انت شايف الفترة اللي جاية موضوع الانتخابات بتاع اتحاد الكورة؟ مش انتخابات خلاص؟ ماشي 31/7. ماشي. ممكن متوقع اسماء جديده ممكن تبقى موجوده، متوقع نفس القديمه. يعني اديني واحده كده من الوحدات اللي بتقولها كده في قولا واحدا. بص اقول لك على حاجه، انت النهارده لو كان الانتخابات كمان كام يوم او زي ما كنا متفقين او زي ما كان بيتقال كنت اقول لك، بس احنا دلوقتي خلاص بقى. انت عارف انت بتتكلم دلوقتي لسه قدامنا يعني قول سنه، انت فاهمني؟ لسه بدري فكره بس انا طبعا زي ما عمرو بيقول انا قلقان جدا من الاداره بالشكل ده. فكره ان انت بتدير فكره ان انت بتدير بالشكل الاحادي ده، وفكره ان انت بتدير ممكن اقول لك على حاجه. انت عملت منتخب 2003 و2006 ولغيت بطولات الناشئين، طب المدربين هيعملوا ايه؟ فاهم قصدي؟ تمام. هو مش جانب واحد. انا شايف ان في مثلا 7-8-10 ملفات بيداروا بشكل عشوائي بشكل كبير جدا. واضح ان مفيش يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا مفيش مرجعيه لحاجه. برضه تاني هنرجع تاني ان احنا ولا عندنا لوائح ولا عندنا قوانين، وكل واحد بيعمل اللي في دماغه. النهارده انا باجي احمد مجاهد يجي النهارده، مين الرؤساء اللي جانا عليه؟ الرؤساء اللي جانا احمد مجاهد. انا بقول لك صح، ما هو مفيش. دي غريبه جدا. يعني فكره دايما بيقول لك المجلس بيبقى ليه مجلس، يعني فكره المجلس ليه؟ اللي هو بيبقى القرار وزع مهام غير توزيع المهام. ان الراي شورى، احنا النهارده قاعدين ثلاثه، لما احنا الثلاثه ناخد قرار غير لما ناخد كل القرارات من لوحدي كده. اكيد لما اخد ينفع رئيس الاتحاد يلم كل الاختام اللي موجوده ويحطها في الدور؟
يعني انا ينفع الم الاختام كلها؟ يعني انا مثلا راجل احنا عايزين سكر وشايف البوفيه، اروح اختم البتاع منه، اروح اختم الورقه واذن الصرف من رئيس الاتحاد؟ ما ينفعش. يعني في مشكله كبيره، يعني تحس كده ان هو ايه، كان ناس يعني ما صدقوا مسكوا المنصب دوت، يعني هو ما صدق مسك المنصب، فبالتالي طبعا قصه تصفيه الحسابات دي موضوع صعب جدا، يعني كل الناس على فكره كانت بتشيد باداره عمرو الجنايني قبل. طبعا طبعا يعني كل الناس كانت بتشيد وبتقول ان هو عمل عنده طبعا على فكره عنده كان عندهم اخطاء. طبعا هم كان عندهم اخطاء، بس انا بصراحه بالورقه والقلم كده لا نعد لهم مثلا 15 16 انجاز عملوه قدروا يعملوه في الفتره اللي هم مسكوا فيها. بس بصراحه اللي بيحصل بقى الفتره دي انا مش عاجبني فكره تصفيه الحسابات. انت النهارده تعال ابني على اللي عملوه، يعني النهارده مش عيب على فكره، ومحدش هيجي يقول عليك ان انت بتبني اللي بنى عليه. لا بالعكس، بالعكس هيجي يقول لك انت بنيت، وهيجي يقول لك انت استمريت، وهيجي يقول لك انت عملت ملفات جديده، وانت المفروض حد، المفروض زي ما انت كنت بتقول يا عم، انت حد المفروض محنك، وحد المفروض راجل قديم، وراجل عندك يعني سلطه وجلد زي ما بيقولوا في الاداره الرياضيه. اتحدى ان المهندس احمد مجاهد مش حافظ بلاطه بلاطه جوه الاتحاد. انا بتكلم في كده، يعني انت النهارده احنا مش جايبين حد مثلا ايه حد لسه مبتدئ، او حد لسه مش عارف حاجه، او حد لسه اول مره جاي يدير. لا انت راجل بتدير من زمان، وراجل فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فالمفروض انا النهارده يعني فكره المادي دي بقى دي فرصه، يعني فرصه ليك ان انت بقى تبتدي تشوف، تبتدي تراجع حساباتك. انت خلاص قاعد فتره كبيره اهو، هيبتدي الناس تحاسبك، هيبتدي الناس تقول لك انت خلاص، انت في الاول كنت في شهر فما فيش فرصه، انت يا دوبك هتعقد الانتخابات. لا انت عندك فتره اهو، تبتدي بقى تورينا التعامل مع الملفات هيكون ازاي، تثبت لنا ان انت مش جاي تصفي حسابات. اعتقد الفتره الجايه هتكون مهم، خصوصا القرارات اللي هي القريبه دي، اللي هو في خلال الشهر شهرين الجايين دول، اعتقد ان هي هتكون مهمه جدا في الحكم على فتره التحملات. هراي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا كالعاده، الفقره مع الصحفيين بتعدي بسرعه جدا. حبيبي شكرا. عموره بشكرك ونورتني وشرفتني يا حبيبي. ميرسي يا عمر، انا بشكرك. ربنا يخليك. شكرا. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. نشوفكم يوم الخميس اللي جاي بعد مباراه الاهلي والدحيل، بفكر حضراتكم مره ثانيه. استوديو تحليلي هيكون مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن احمد بلال، وان شاء الله الاهلي يوفق ويفوز ونبارك له. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.